كان منهم الماء اللي هو يبدأ جسك مصر لو حد فينا ده لو ركبت هتلاقيه يبقى العضله شغال على الروتين يا ترفع يا تنزل. طب امتى تنزل لو الهرمون ثابته؟ طب مين ثابت الهرمون؟ انفراد مصر معلم الدكتوره بسالت يبقى كده انفراد مصر هي اللي بتثبت الهيد بون. تحت هذا الوضع الاراضي اللي سميتها جينيو هايد اسمها ريتن. طبعا ريتن مش عمرها ما تبقى ريتن. طبعا اجيب ريتن ازاي؟ ده السؤال. انا مع المندبل على مع الجين التبركي لو مندبل كويس اجيبها سؤال مش كام دولار؟ اسال بقى امسك يو في الاندا بلانكس اي اعرف من دول. لما كانت الكوش اند ستريت طبعا ما فيش شكل. انا في طب القصر عيني سوبر نايمان معلش قام بعضله اسمها دايجاس. دايجاسك دي بتسد كل انواع الامتحانات. طبعا في جثه ثابته والاسترنو ماستويد يعني نربط استرنو ماستويد نربط دايجاس يا تمبرال السمسيس انا هنا الدنج بتلسه في الاخر اربع عضلات. حتى سكاليس انتيو كنا بنربطها زي ما بطلناها فتافيت. فعندنا يا تمبرال السمسيس وفاكسينيتو كمان على فكره. يا تمبرال السمسيس وفاكسينيتو دايجاسك استرنو ماستويد دي عضلات الهيد اند نيك ام الابر ما كان فيه 50,000 عضله واللور 70,000 عضله. هنا الهيد اند نيك بتلسه على اربع عضلات بتربطها. حتى الانفراد مصر ما بنربطهمش فرافيس مصر ما بنقربهاش. فبالتالي الدايجستك دي من العضلات القويه اللي بتستحمل الشد فبنربطها هي والاسترنال ماستويد فبالتالي هي حتى عمل. فكل انواع الامتحانات اللي هتعدى ليها اسمها فيها الدايجستك مصر. مصيبتها في الامبريولوجي كبيره لان النيرف سبلاي بتاع الانتير بيلي غير البوستير بيلي بتاعها. المهم هي عضله بتتبصم عليها مصر 100%. العضله دي بنسميها ولايه الدايجستك اللي هي كام بيلي الدايجستك اثنين انتير و بوستير. البوستير از لارج على فكره. اللي فيه لازم زمان المنزل كان فيه فرصه بتحت اسمها الفرصه دي سميناها دايجاز الفرصه. في دايجاز الفرصه مين ودايجاز الفرصه شمال. الفرصه دي يطلع منها بيلي اسمه البيلي ده انتيرو بيلي دايجاز. اللي ذاكر بقى اسكال يعرف كويس اللي جاي. اسكال بتاعتنا كان فيها بروسيس اسمه ماستويد بروسيس. عميد الصدر بتاع ماستويد بروسيس هنا كان فيه نطش بسميه ماستويد نطش او بسميه دايجاز الفرصه. يبقى انا لما جيت حطيت المنزل بتاعي وعملته كده يبقى الهضره بتاعتي هيبقى انا كان بيلي اثنين انتيرو بيلي واللي جاي من ورا بتقسم بيته بلاد بوستير بيلي. ده جاي من المندبل اسمه انتيرو بيلي اللي جنبه جنب الماسول بروسيس اسمه بلاد بوستير بيلي بس بوستير از لارج. بس رسمه انا رسمت الكتاب من بره رسمه ده جسد حلوه على فكره مش الحمد لله السطح الخارجي في ده جسد كورليشن بتاعتنا حتى يعني. يبقى الدايجستيك مصر بتاعتنا لو حد عنده ضمير الدايجستيك مصر بيتقابلوا مع بعض التندن اسمه ايه التندن ده؟ انترميديت تندن. انترميديت تندن بيعدي جنب عظمه مين العظمه دي سميتها هيود بون. الناس اللي بتقعد صاحيه في الدرس مش سرحانه قوي نبدا ارتفاع الايدي. عندنا ولاد لو دوت راس الراجل بتاعي عامله كده وطلعوا كده صاحيين انا عامل كده معاك انا تمام وقدر مان. هنا دي الهيد بون هنا عليها فصه اسمها فصه دي سميتها دايجاست الفصه. دايجاست الفصه يطلع منها بيلي اسمه انتيرو بيلي هنا اللي تحت. كده هنا مصر بروسيس يطلع من جنبه بيلي اسمه بروسيس بيلي هنا اللي تحت قبل مع بعض التندر اسمه انترميديت بيلي. انت لما تيجي تنزل جنب الهيد بون وعايش عايز يعيش طول عمره جنب الهيد بون نعمل له ايه؟ نعدي عليه فايبر سكوب حلقه من فايبر ستيشن فايبر سرينج. الفايبر سرينج دي تيجي من البادي فايبر بون عند نقطه اللقاء مع الجلسه هون ده بادي وده جلسه هون وده نقطه اللقاء بينهم. هنا تطلع فايبر سرينج كده تطلع وتنزل تاني. وجود الفايبر سرينج دي او البولي او البكر تسمح بايه؟ تسمح ان التندون يتحرك يروح فورورد دايره باك تحتها. انما لو عايز تبعت ده هيد بول لازم تشد الهيد بول لفوق. يبقى بالتالي ده فايبر بولي او لوب او الفايبر ستيشن دوت الرينج محوطه المنظر بتاعي. بحس ان لما اجي اسال سؤال اللي عندنا ثلاث طلبه صحيين ده لو جينا نقول مع بعض كده ولاد يبقى الرينج بتاعتي دي حلقه من ايه ولاد من فايبر ستيشن. طب نبص في رسمه الكتاب اللي قدامنا هنلاقي في فايبر سينج. فايبر سينج دي معديه على الهيد بول ولاد على الانترميديت سينج. ولما تعدي على الانترميديت تندو ثبته جنب انهي عظمه الهيد بون. التندو بيتحرك تحت رايح جاي. عايز يبعد لازم يشد الهيد بون لفوق بالاكشن التم. حاجة تانية بقى الكتاب ما كتبهاش اللي هي ستايرويد مصر. ستايرويد مصر اللي قلبنا الصفحة ستايرويد مصر بتظل العظمة اللي بتظلها يعني كده قدام. اقعد ماشي كده والشمس تيجي على الانتر تعمل له ظل. لو بصينا في الرسمة اللي قدامنا اليمين فوق. ستايرويد مصر دي عضلة طالعة من ستايرويد بروسيس زي ما نعرف ان شاء الله. وتمشي عند الانتي بوردر بتاع الاجازه كده ابوف ده. ولما تيجي تحت الانترميديت تندون بتاعها اتقسم لاثنين يحوط الانترميديت تندون بتاع مين ولاد دجاج. يبقى الانترميديت تندون بتاع دجاجك متثبت جنب الهيد بون بتو فاكتور. سبليت التندون بتاع عضله اسمها ستايلوهيوي وكمان الفايبر سوينج. وبالتالي لما ابص في الرسمه كده يبقى انا بقول اللي مثبتها قدامها كده بليد في مكانها حاجتين. الفايبر سلوب الحلقه من فايبر ستيشن اللي قعدت عليها جنب الهيد بون واحد.
ونمره 2 سبليت التنت بتاع عضله الاولاد ستايله هيبقى ستايله هيدي ظل العضله دي. الظلات معنى ايه؟ هي ماشيه قدام والنرف صدها هيبقى زيها وتقريبا تعمل اكشن مقابل شويه ترفع البون يعني هتلاقي لها اكشن ريليشن ثابته معاها قوي. العضله بنسميها اولاد ستايله هيبقى. يبقى التاني مثلا سؤال اعرف يعني الدايجستيك اورجن انسرشن بتاعتنا العضله اسمها دايجستيك ريتن 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 العضله دي ليها اورجن من ايه؟ عارف تاخد اورجن من فص اسمها دايجستيك فص ده اني بيلي فيهم يا اولاد انتيري اما الورا دي فصيل بيلي طلع من هنا بعد كده من الفصه الثانيه بس دي ميديا لاني بروسيس من السوليد بروسيس اللي ممكن نسميه السوليد نوتش الاثنين بيتقابلوا مع بعض بتندو اسمه التندو ده انتر بيتندو قال انت من دي تندو يا دكتور قريب من العظمه اللي اسمها هيوز بون اصح قريب من الهيد بون. قال طب مين اللي هيسجنه في المكان ده؟ مش كده ولا لا؟ ليه ما يبقى يمشي؟ قال في تو فاكتورز. فاكتور منهم فايبرسرين جاي من الهيد بون راجع لها عبر حلقه كده عدي تحتها تندو رايح جاي ماشي. عايز تبعد لا شدنا معاك فوق. قال طب فيها حاجه ثانيه؟ قالوا اه. قطر اسمها ستايل هايور. ثالث مصر دي قطر بتاخد اوجن من الثالوث بروسيس. وتنزل من فوق لتحت تمشي قدام البوستير بيلر دايجستيك ضله يعني هتاخد نيرف الصبلة زيه وتساعده وتحبسه يعني عامله معاك زي ما الواحد ماشي في الدنيا وضله معاك اسمها ستايلويد مصر. ستايلويد مصر دي اوربن انسيرشن تندو بتاعها بسبليت الاثنين يحاولوا الانترميديت تندو يبقى كان الانترميديت تندو انا جنب الهيد بون بتو فاكتورز الفايبر سرينج وكمان سبليت التندو بتاع ده اسمها ستايلويد. النيرف السبلاي بيتسمع في اللجان الشفوي كلها لما العضله دي بتيجي غير انها ريتنر كله يعني. النيرف السبلاي بتاع العضله دي الانتير بيلي مختلف عن البوستير بيلي. طبعا الانتير بيلي كلنا عارفينه نيرف التومايل هايود كان عندنا زمان زمان في ارض وهي ده سكال وهنا بنزلة في فورم كان اسمها فورم الاوفال بيخرج منها نيرف اسمه مانديبل كنا بنقسمه الانتير وبوستير والبوستير كان ليه برانش ينزل يخش المانديبل اسمه ايه؟ في القلب بس قبل ما بيخش كان ليه برانش اسمه نيرف اسمه مايلو هايود هيدي الانتير بيلي بتجسد عضله اسمها مايلو تمام قوي. الماستويد بروسيس قدام الثايرويد بروسيس وبينهم فتحه اسمها ستايلوماستويد هيطلع منها الكينيه النيرف نمره 7 الفيش وكان بيلف كده بيخش جلاند اسمها بارتي جلاند لو حد فينا فاكر قبل ما يخش بارتي جلاند دي الاثنين دول نيرف السبلاي دي البوستير بيلو دايجستيك والستايل هايد هو نيرف واحد اتقسم على الاثنين وبالتالي يبقى البوستير بيلو دايجستيك واخده من الفيش النيرف اللي هو انهي كينيه النيرف السابع اما الانتير بيلو واخده من المانديبيلر اوف تراجيب اللي هو انهي كينيه النيرف الخامس والفرق كده الامبريولوجيكال اورجن دي جايه من حاجه اسمها فيرست فارينجال ارش سكند فارينجال ارش نحطه في الامبريولوجي انما اتليست مفتاح امبريولوجي جود انا اقعد في الاجل شايفه ايه؟ النيرف سبلاي بتاع الاجازتك تقول بلسانك لو ما جاوبتش احسن صراحه مش كام ده انك اول ما هتجاوب هيقول لك ليه؟ وليه طب قول لي بقيه العضلات اللي عملها الاول الارش وثاني ارش اسئله ما بقى لها خبيه حلهم لنفسه مش كام ده النيرف سبلاي ايه مش فاكر مش كام ده ايه مش فاكر مش كام ده تحليل اديك هتكتبه وتمشي مش كده لا انما شافه هتبقى لازم مذاكر امبريولوجي بما اننا ما بذاكرش امبريولوجي مش محتاج اعرف مش كده لا يبقى مره تاني للشطار بقى قال بنقول لهم محمد ايه النيرف السبلاي بتاع العضله دي خطير مش كده لا بيتفتح لجاني الشفوي وبيجي لها حاله امبريولوجي ما بتطلعش بالسؤال خالص قاعد قفلت على كده يبقى دايجستك لا كان بيلي لو معاك كده اثنين انتيرو بصير النيرف السبلاي خطير مهم جدا جدا معرفه النيرف السبلاي بتاع العضله اسمها دايجستك ولا يقلق في المذاكره مش كده لا انتير بيلي من نيرف تومايلو هيويد اللي هو تبع الانفير البرت او المانديبلر نيرف فول ستوب طب البوستير بيلي واخده من نيرف اسمه دايجستيك واللي تبع الفيشال نيرف اختلفوا في النيرفين بس الخامس والسابع سبب الخلاف بين الاثنين الامبريولوجي بتاع الاثنين دي من سورس ودي من سورس اكشن طب الاكشن سهل جدا انا مش عايز اقوله لو العضله دي انقبضت واللي انقبض تعمل ايه في الهيد بون ترفعها لفوق وده ينفع دورنج سورم واحد بيف لو الهيد بون دي ثابته في مكان بالانفراد نص يبقى الانتير بيلي ده بيشد قدام في المنزل لما كده نزله في هذا الكلام وكمان يساعد على فكره بصير بيلي لو انت عندك فكره بس اغلبنا خلو مريض لو انا افترضت دي هتنقبض وانت مديت ده انك تشد عليه كده وانت تشد كده مع ثبات الهيب ونعمله في المنزل لازم ننزله لتحت يبقى العضله بتقدر تعمل حاجه اسمها ديبريش اسمها العضله اللي سميتها دايس طبعا دايجستك ما اكتسبتش الاهميه العظمى بتاعتها دي غير الريليشن بتاعتها فالريليشن بتاعتها عجيبه 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 بما ان ليها سوبرفيشال ريليشن وليها ديب ريليشن وليها ريليشن عند الابر بوردر وريليشن عند اللور بوردر يعني انا ريليشن طبعا انا عارف انكم ما بتسمعوش كلام عشان طلبه شاطين طب ما حدش يجي الساعه 6 ونص يبقى شاطر صراحه ده مش شاطر انما ان جنرال لازم اركب بارت جلد الدايجستيك بارت جلد افكتين فانت طول ما انت بتذاكر المنطقه ديت انت عند البارت جلد هتلاقي بارت جلاند راميه ضلها لغايه ما تشبع مش كام ده لا يعني لما تذاكر بارت جلاند هتبدا تستنتج وترفض تستنتج وترفض لغايه ما في الاخر يبقى في طبخه ليه ما تبقاش عمليه
مجرد واحدة وقعد بيحفظ وبس، بالك كلام كله بيشكب على بعض. طب انا اعمل لك ايه؟ انت مش عايز تشغله. يا الحتة دي باروت الجيلان، المنطقة ديت باروت الجيلان، باروت الجيلان، باروت الجيلان، تعالوا نشوف مع بعض. ايه السوبرفيشال ريليشن وديب ريليشن؟ هقول حاجة اسمها عظمة بروسيس، عظمة بروسيس. عظمة سوري عظمة جلاند، عظمة جلاند. ايه العظمة جلاند؟ عظمة جلاند. نسمع كويس اللي جاي. الناس اللي عندها دم وضمير واغلبنا ما عندهمش، وقف لي الكتاب يا دكتورة يا بني طيب. يا أنا بني ناس كأنا. اللي عندنا بلاند بروسيس اسمها ستاد بروسيس، هي بتطلع من السطح الخارجي ولا الداخلي؟ الداخلي. يبقى تنزل عليه من جوه كده. طب امسك القلم كده يا محمد، طلع من هنا تبقى من غطيه بالستاد بروسيس. فريد الستاد بروسيس لازم عليه عضله كبيره اسمها ستنوماستويد، يبقى ستنوماستويد مع الستاد بروسيس. من الماستويد لغايه المندبل تبقى في جلاند كانت دايما هنا اسمها باروز بتنام عليها وبالذات اللي هو البارت بتاعها. تمام. يجي بعد كده الانجل اوف ذا مندبل. دي بالانجل، انجل دي لازق عليها عضله من بره وعضله من جوه. مين العضله من بره ومين العضله من جوه؟ من بره المسيس، من جوه ده الترجول. يبقى عندنا في مين موجوده؟ الانجل اوف ذا مال بعضلتين. هنا في جلاند هنعرفها النهارده لو ناخد فكره عنها اسمها سبمانديبرسال جلاند. عايز تبقى في ريليشن في رسمه الكتاب. رسمه الكتاب لو بصينا عليها كده الرسمه اللي فوق دي رسومات حلوه جدا، مستخدمه من جلاند اطفال. الرسومات دي عاملين كده فيها. لو انت بصيت عندك الموجود ده مستوي بروسيس وقطع لك من عليه الاستنو مستوي. حط جلاند اللي اسمها باروت جلاند. حط الانجل بس ما حطش عليها عضلات من بره ماسيت ومن جوه ميدان ترجون. وحط من تحت جلاند اسمها سب مانديبولار سيرف جلاند. لما جيت اسال سؤال انا محفظ نفسي كده من زمان. عظمه جلاند، عظمه جلاند. الكتاب طبعا عشان يسهل قال لك وان بون وتو كذا وثلاثه كذا. ده مش اناتومي مش كامل لا، ده حفظ للصميمه اللي هيقرا الكتاب ومش فاكر كان بيحفظ ايه. انما انت لو بترتبها اناتوميا لازم تحفظ زي ما انا بقول. احفظ زي ما انت عايز ابص على الرسمه، وانت بتبص على الرسمه لازم تحفظ الرسمه دي تبقى في دماغك. اسال بقى سؤال الطلبه كلهم الطب العظماء. لو انا قلت كده بس الدرس بتاع مره في حاجه، درس الراجل عاملين كده. ده ايه ده يا اولاد؟ ده من دي اسمها ايه دي لما كده؟ انجل. مين البروسيس ده؟ اسمه ماستويد. العظمه دي هيبون. البصيل بيه هو نازل من فوق لتحت نازل كده كده كده. عايز اسال سؤال، هو جاي كده الماستويد بروسيس، يبقى مين السوبرفيشال ريليشن بتاعته؟ قالوا ماستويد بروسيس. واحنا عارفين الماستويد بروسيس لازق عليه من بره عضله اسمها ستنوماستويد. طب من اول الماستويد لغايه الانجل مين الجلاند اللي موجوده هنا؟ دي باروت. يبقى المفروض البارت الجلاند تتحط هنا. اما فينا دكتور قال لي اللور بارت بتاعها بالذات تركب عليه. بعد كده نقطه من الانجل. الانجل دي عليها عضله من بره اسمها العضله من بره ماسيل، ومن جوه عضله اسمها ميديال ترجول. طب هنا في جلاند كبيره اسمها الجلاند دي سب مانديبولار سيرف جلاند لسه ما خدناهاش. كل الناس اللي قاعده صح تعرف ان في جلاند اسمه السوبرا تروكر والسوبرا اورج. بيعملوا ايه؟ انتيرو ولا بوستيرو؟ انتيرو ما شاء الله والله. انتيرو فيشر فين ينزل كده؟ هنا طرف الجلاند كان فيها سوبر فيشر تمبر يخش يعمل ايه؟ ريترو مانديبي مع المجدر. اسم ده انتيرو وبوستيرو. الانتيرو بيقابل مين يا اولاد؟ انتيرو بيروح حاجه اسمها ايه؟ كومن فيشر. يا اما الانتيرو جاكر انتيرو فيشر فين هو اللي يعدي عليها؟ يا اما والتحت هنا يا اما اللي تحت هنا واللي يعدي عليها. يبقى مين يعدي عليها بقى لو ما كده؟ واحد زي اثنين. يا اما مين يا مين؟ انتيرو فيشر كومن فيشر. يبقى امتى يبقى كومن فيشال؟ لو اتحكم بدري شويه. طب وامتى انتيرو فيشال؟ اتحاد متاخر شويه. طبعا هي مش محتاجه بقى احفظ يا اما احط لك واحده وانسى الثانيه، مش كام دول يا تحفظ انتيرو فيشال يا كومن فيشال تشطبهم هما الاثنين، مش كام دول. لا صراحه ربنا مش ناقص اعرف فيا، هو بين ضارب الطريق ومش محتاجه انك انت تبقى عملت قبل كده في اللجنه في بين في بين في بين ولا انت عارف ولا غيره. فلو جينا مع بعض عايزين سوبر فيشال ريليشن للطلبه الشطار. مين سوبر فيشال ريليشن بتاعتنا؟ قالوا عندنا في ماستويد بروسيس طلع ميديال ليه؟ طب السوبر بيلف ده جاز. طيب ومين اللي عليه من بره؟ تبقى ستيرنو ماستويد. تمام التمام. وبعد كده تيجي انهي جلاند؟ باروت جلاند. البروت كانت بتركب على دول على فكره، كانت بتركب على ستيرنو ماستويد والماستويد بروسيس والسوبر بيلف ده جاز. القصه بقيت يعني. المهم عايز اسال سؤال للطلبه المعلمين، وات ار ذا سوبر فيشال ريليشن بتاع السوبر بيلف ده جاز؟ مين السوبر فيشال ريليشن بتاع السوبر بيلف ده جاز؟ انا سوبر فيشال ريليشن هتبقى عظمه بروسيس عظمه بروسيس. عظمه جلاند سوري عظمه جلاند. مين العظمه الاولانيه؟ الماستويد بروسيس. والعضله اللي لازقه عليه ستيرنو ماستويد. والجلاند اللي تيجي باروت جلاند اللور بارت بتاعها. وبعد كده العظمه اللي تيجي انجل اوف ذا مان. وانجل عليه عضلتين. الكتاب كتب لك ايه؟ عضلات، ثلاث عضلات. ايه كتب ثلاث عضلات اللي كتبهم؟ ماسيتر وميدال ترجويد وايه يا اولاد لو مكان ستيرنو ماستويد؟ لا احطهم في اماكنهم مش الكلام ده. لما اقول ماستويد بروسيس احط معاه مين لو مع كده؟ ستيرنو ماستويد. ولو احط باروت لما اقول انجل اوف ذا ماندبل احط معاه عضلاتها. انا كده بذاكر مش الكلام ده. صممها بالكهرباء ده شيء كويس جدا بس الكتاب بيتقفل بتنسي. انما لما يبقى في فاكتور موجود سبب لوجود البتاع دي هنا يبقى في تعليل عندك مش الكلام ده. ما تنساهوش اول ما تقوم. يبقى عايز اسال سؤال، العضله اللي سميتها بلاد ده جسم
وات ار ذا سوبرفيشال ريليشنز بتاع الدياجستيك لو جينا مع بعض البروسيس ده سميته ليت للسويت بروسيس. والعضله اللي هي من بره اسمها لانها السويت. الجلاند اللي هي اسمها بارد ودي كده تيجي انجل اوف زمن. اللي عليها من بره بسيط من جوه من جلد الجوين. ودي كده جلاند اسمها السمن. الانتير فيشر بينا من اللي انت عارف. الانتير فيشر بين نادي عدى عليها قبل الانتير بتاعت الانتير فيشر عمل كومن فيشر. هو خناد جاب الانتير عمل كومنج معدي عليه يبقى عدى عليها مين لو كده يا اما الانتير فيشال يا اما مين كومن فيشال انت عايز تكتب لي هو اللي عايز تنساه احسن. الديب ريليشن بقى بتاعتنا اللي هي مين؟ الديب ريليشن بتاعتي هي الحاجات اللي هي ديب للبوستيريور اوف دايجستريك بعد او ديب للبروتيجان. عايز اسال سؤال ايه الديب ريليشن بتاع البروتيجان؟ بص مين ده السبب؟ طبعا اخر في الارض يعني انا بص مين ده السبب كان بينام على السنة مصطيد ومصطيد بروسيس ومصطيد بيلي وده جاستريك وستالوت بروسيس وستالوت بروسيس عليه شوية وجوه كان فيه انتنا كاروتس وانتنا جاجلر امام كام كلينا نار اربعة الجروس فرينجا الداعي من قدام من فوق كده يجي لف وجاي قدام رايح للتانجو الفاتي تعالوا بقى نسمع مع بعض كده عايزين نجيب ريليشن بداية بس محدش يبقى سرحان مين البروسيس ده اسمه مصطيد مين البروسيس ده اسمه ستايلوت ايه ده كده فعمر ما ده يبقى ديب لها ده ليه عضله ماشيه اباب ليه كده اسمها ستايلو هي لما ديب لها بقيه الحاجات اللي هي مين بقيه الحاجات قالوا خدنا اللغه اللي فاتت ارض اسمه اكسترا كارت ارض اكسترا كارت ارض ده كان بيطلع من تحت لفوق ده كومن كارت يدينا اكسترا كارت ارض وانترنا اكسترا كارت ارض وانترنا يمشي ديب لها هما الاثنين واكمل بالاكسترا كارت ارض يمشي ديب للبارت جلاند بعد كده اخشها والانترنا كارت كان يخش ديب قوي الاتحاجات دي كلها كان بيبقى معاه بين مين البين اللي ماشي معاه؟ استنى الريجولار بين ولما حد سرحان كان البين يبقى في ديب كمان مع بعض كده كله عادي البيسل اللي تذكر ديب لها من هنا مش كام دول لا ايه البيسل اللي تذكر لها بقى تاني لو ما كده قال بص يا دكتور هي ديب للباروتيد والباروتيد ديب لها ستالوت بروسيس بس ده فوق فمش هنجيب زيرد وباقي الديب بقى خش بالديب اللي جوه مين الديب اللي جوه كان انترنال كارد انترنال ريجولار ومعاهم اربعه كلين نيرفز بس نمرة تسعة قصير وطويل كده فوق فوق بدري هي كده كان بيروح التانك ما ينزلش تحت انما الباقيين قالوا الباقيين اللي هم نمرة يا ولاد نمرة 10 الفيجا تنزل فيرتيكال كده بطول الدنيا طب ونمرة 11 يرجع لورا كده يمشي ديب لدي ويخش الاستيرنو ماستويد ويكمل في الترابيز قالوا طلعت نمرة 12 ينزل كده ويعدي على دول ويروح للتانك يبقى بالتالي مثلا سؤال كم نيرف ديب لها وكم بس ديب لها لو مع كده عايز ثلاثة نيرفز وثلاثة بس لا فيها مين ثلاثة بيست بتوعنا بقى لو ما كده؟ قالوا ثلاثة بيست الكبار. قالوا انترنا كاروتة ارتري واكسترنا كاروتة ارتري ومعهم انترنا جاكيولار في. وعايزين ثلاثة نيرفس عاملين زي حرف التي لاست 3 كيلو نيرفس. لاست 3 كيلو نيرفس انت كان عندك أربعة في كاروتشيس واحد في الفان هيرب فوق التاسع. بقى لنا ثلاثة. دايما بوصفهم وانا بوصفهم الطلبة البوابين مش الشطار. قول لهم التي شيب. واحد فيرتيكال واحد جاي قدام واحد رجع لورا. التي كابيتال بتاعت مين الفيرتيكال بتاعنا ده لما كده بيجي. ولا جاي قدام راح حطان جاي بجلوسا ولا يقول لك ورا السن ماستويد ده مين ده اولاد الاكسسو يبقى ديب لها ثلاثه كلين نيرفز لما تقرا في الكتاب كاتب لك لور 3 كلين نيرفز كاتب ارقام انا بحب دايما اكتب جم لور 3 لور 3 لو لست 3 لما 10 11 12 10 ده فيجاس اما 11 ده مين اولاد لما كده اكسسوري و12 ده مين اولاد هيبوجلوسا تمام ديب لها ثلاثه بيسلز كبار اكبر ثلاثه بيسلز في النجم طبعا ده ثلاثه صمامين انترنال كاروتيد اكسترنال كاروتيد انترنال جاجلر بين لو انت بتذاكر بترتيب يعني بتذاكر بجد لازم تبقى الكلام لوجيك ان انا لما اجي اقول هو ديب لها مين؟ قالوا ديب لها الباروت الجلاند راكبه كده ديب لها الحاجات اللي ديب الباروت الجلاند بس الستالوت بروسيس فوق فمش هيبقى ديب لها هيبقى بعيد عنها شويه انما ديب لها بقى الحاجات اللي ديب مع اكسبشن اكسبشن للجروس فرينج نيرف الجروس فرينج نيرف ده عالي بيجي لقدام بيعدي بالانترنال اكسترنال كاروتيد كان واحد من ست حاجات وروح للتانج بتاعي طب الباقيين بقى اللي ديب لها لو محدش سرحان قالوا ديب لها نقدر نقول انترنال كاروتيد ارتري وانترنال جيجولار فين وثلاثه كلينر نيرفس اللي هم اخر ثلاثه اللي عم تسهر قالوا طب مين ديب كمان يا دكتور؟ قالوا ديب لها ارتري وفين ايه هم الارتري؟ قالوا انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد ومين اولاد؟ كان اي واحد فينا حضر الحصه اللي فاتت كومن كاروتيد قسمته الاثنين مين الاثنين اللي اتقسم لهم؟ قالوا اكسترنال وانترنال الاكسترنال يطلع يمشي ديب لها بيلاقي البارت جلاند يمشي ديب البارت جلاند ويخشها والانترنال اوريدي ديب ده ديب لكل حاجه يعني وفي معاه بين اسمه البين دوت انترنال وبينهم نيرف مين نيرف ده سميته بين اللي جاي بقى اولاد اكسترنال كارت ارت اللي اسمه البرانش برانش اسمه فيشال بيطلع ديب لها بدايه اللينجوا اللي يبقى ديب لها برانش اسمه اوكسيبيتال ما خدوش يمشي ديب لها ثلاثه سمول برانشز منه مش الحمد لله
اخر اخر حاجه هي راح تبقى نازله تحت هنا في انترميديت سيرفي وجنب الهيد بون. الهيد بون بتطلع من العضله كده اسمها هاي بروسس، بتبقى دي بقى لما بتقول هاي بروسس هنسوا انها سوبرفيشال ريليشن للهاي بروسس الدايجاستك، يعني ده يعني هاي بروسس دي مسقوقه زق كده عشان نقول وانا عضله وكذا وثلاثه كذا. عايز اسال سؤال واحد ارزه دي بريليشن لو حد سرحان لعبت مع بعض قالوا دي بريليشن عضله اللي هي العضله الغلبانه اللي تحت اسمها هاي بروسس. هاي بروسس بتطلع من الهاي بون تروح للطنك وهي بتبقى ماشيه سوبرفيشال لها كده اوربن هيد اللي بتنتهي بالانترميتين تندو اللي عند الهاي بون. اسال بقى سؤال العضله دي سميتها دايجاست عايزين لها دي بريليشن. ديبريليشن تبقى مين بقى لو مع كده؟ ديبريليشن عندنا ثلاثة برانشز من الاكسترنال كاروسيد اللي هم الثلاثة اسمه الارض فيشر ولينجوال اوكسيفت. عندنا ثلاثة ارسس كي ثلاثة بس كبار الثلاثة كاروسيد اكسترنال كاروسيد اكسترنال جاجل. وعندنا كمان يا ولاد لو مع كده ثلاثة نيرفس اللي هم اللور سيريكيلر نيرفس 10 11 12 رسمة كتاب جبارة. لو بصيت في الرسمة دي لو لونتها لو انت بتبذل مجهود يعني بيكم انا تحت دي تبدا من جرانت اطلس العضله مرسومه البيست موجوده النيرفس موجوده مش كام دول رسمه جون مش كام دول لا يعني تقعد تتفرج على الرسمه دي تلونها بايديك على ما تخلص يبقى ذاكرت دي بريليش حق ربنا يعني مش محتاجه فن كتير ما بتحبش تلون احفظ الرسم بص عليها كويس. عايز اسال سؤال وات ار ذا ريليشن بتاع الاوكسيدين ايه دي بريليشن بتاعتها؟ طبعا لو انا ما بعملش اللي انا بعمله اللي انا بقوله دلوقتي في الدرس ده انت ما بتذاكرش تقول لي يا ريت صراحه يعني لازم تروح تحكي لنفسك تاني دي ريليت البارتو جلاند. طب نلاقي تحت منطقه البارتو جلاند مش كام دولار انا كده بحس ان انا لو نسيت اه طبعا انسى حق انا ما اطلعش حمار مش كام دولار انا عايزين نطلع حمار انما اسهل حاجه اي واحد فينا هو نفسه بينسى يعني الهاي جلوسس مش هيقولوا عليها دايجست كان كاتب دلوقتي دايجست تابع على الهاي جلوسس يعني كمان صفحتين مش هكتب ان الهاي جلوسس ما فيش عليها دايجست والطلبه طبعا اياهم انتوا عارفينهم والماس على جنب كده كل واحد على جنب يقول كتبوها هنا ما كتبوهاش هنا نشربها ولا نخليها مش كام دول لا طبعا شياطين كل الطب الشياطين مش كام دول لا مش شياطين بس حطيتهم في وضعه واحده تعمل ايه يعني دول قال عن الناس خلقهم ربنا من 18 سنه كانوا جايين مع بعض قال عن المذكره ثانيا يعني انما ربنا بيعمل ان شاء الله فالناس ديت ما بينامش بالليل بيبقى بيعمل كده على السرير مش كام دول لا الا بعض الناس مش كام الا عشان الناس بتزعل في الاخر في ناس من حقها تنام طبعا يعني الواحد تنقل تنعيش عمره تنقل تكبر يعني لو ما عملتش كده ابقى عبيط صراحه. انا قلت اسال بقى سؤال لطلب كليه الطب. اللي عندي ديت عضله اسمها دايجستك. دايجستك از ريتن از ريتن از ريتن از ريتن. مش كده الموضوع مقفول يعني. عايزين اسال بقى سؤال للطلبه الصحيين لطلب كليه الطب العظماء. ايه ايوه قبل ما ينام برضه. انا عايزين نقول مع بعض الدايجستك مصر دي لها كام بلي؟ ثلاثه ولا اثنين؟ حتى اسمها اثنين داي وجستك يعني ايه؟ بطن. عضله ذات البطنين مش كده اللي اسمها داي جستك اسمها ايه؟ دايجستك. بيلي من اللحم مش ده بيلي يعني جوت بطن لحم يعني بيلي لحم وبيلي لحم وبينهم تندر اسمه انتر من ايه تندر اسمها العضله دي دايجاست. الانتير بيلي طالع منين البوستير بيلي جاي منين؟ قالوا انتير بيلي جاي من فص اسمها دايجاست فص اما البوستير بيلي جنب بروسيس اسمه ماستويد بروسيس وقابلوا بعض التندر اسمه انتر من ايه تندر يعدي جنب عظمه اسمها هايود بون اللي ثبته عند الهايود بون فايبر سرينج وسبليت العضله اسمها ستايلو هايود تمام. قالوا طب بالنسبه لي هنا النيرف سبلاي بتاع الانتيرو بيلي مين؟ قالوا النيرف سبلاي قالوا النيرف تومايل عيون انتيرو البرا مانديبلا طب دي من النيرف قالوا طب بصيرو بيلي قالوا فيش خمس كيلو نيرف سبع كيلو نيرف عايزين اكشن قالوا ايه الاكشن؟ قالوا بصيرو بيلي شدوا كده والانتيرو بيلي الفايرد بون فوق قالوا طب الهايد بون ثابته بالانفرايد ماسل اشد الماندبلا نزل يبقى دي الاوضه اخص الهبل بتاعها عايزين ريليشن البصير بيلي ليه السوبرفيشال ريليش دي؟ مين سوبرفيشال ريليشن؟ لو مذاكر باروت الجلال يا ريت يا ريت تراجع باروت الجلال ده مر رجع هتلاقي ان السوبرفيشال ريليش هو الطلعه دي للمصول بروسيس يبقى مصول بروسيس لاد عليه من بره السنه مصول وباروت الجلال وباروت الجلال كان بضغط دول كان سوبر دي ريليش بتاع البص الميت ده عضله بروسيس مش كام ده العضله اللي كان السنه مصول وبروسيس مصول بروسيس بصير بيلي وبدا جاس وستالوز بروسيس بالحاجات اللي اتاتش قلت لك طبعا يعني قصه بتتعب تاني يبقى ما بنسجلش واحد ياخدنا على جنب يرص عاملين في بعض كده طب انا اعمل لك ايه؟ مش كده هي بارت جلاند اللعيبه بتاعت المنطقه دي فالحته تتحسب بالبارت جلاند وكل ما تقرب من اي حاجه عندها لازم ترجع لها تشوف هي حسبت الموضوع ازاي رتبته في دماغك من بره لجوه ازاي؟ طب هنا بالنسبه لي سوبرفيشال ريليشن تبقى مصوت بروسيس لان طبعا ميديا ليفت وستيرنو مصوت تمام بارت جلاند تمام انجل اوف ذا مانت انجل اوف ذا مانت دي لازم عليها من بره عضله ومن جوه عضله من بره مسيتر ومن جوه ميدل ترجل قال ايه تحت جلاند اسمها سب مانديبل وانتير فيشر بين ما بيحبوش مش كام دولار عايز تفتكر لو تعرف
يا هو وتحفظ واحد ما في ده وده وده ترجع مع الليلة الشيطان بالليل تقول لك ازاي كان ده وازاي ده وتقول ليه عملت حسابها مع بعض يا عم ده زباله الاثنين فارمين في البحر. ارجع اسال بقى سؤال الديب ريليشن. قالوا الديب ريليشن يا دكتور بعد انت عارف ان في بارات جلاند هي ديب لبارات جلاند الحاجات اللي ديب ليه للبارات جلاند تبقى ديب ليها بقى خلاص خلصنا. قالوا طب بس السالوت بروسيس ديب قالوا ده فوق شويه يبقى مش هنجيب خلاص نلاقي اللي موجود الايه؟ هلاقي كارت شيز في انترنال كارت وانترنال جاجلر فين؟ اهو موجودين دي وكرينيال نيرفز لور 3 لور 4 بس تسعه قصير بيعدي فوق كده ملوش يبقى 10 11 12 و10 11 12 عملوا حاجه مميزه تي شيز تي كابيتال ازاي تي كابيتال؟ على فكره فيرتيكال والهايبو جروس هرنج للطنج والاكسس رجع ورا في البوستيرو ترانجل دي الاسترنال مسلول تطلع منها بتقلص الليفيتوس كابيتال تف ترابيز كلنا عارفين كده يبقى ثلاثه كرينيال نيرفز والاكسنا كارت ارت ماشي دي لها رمى ثلاثه برينش اللي هم فيشل ولينجوال اوكسيبيتي كانوا جايين بعض لو نسيت بلاش منهم والله وعلى حد انت شوف كاتب كام ريليشن لغايه دلوقتي عد بقى خد ثلاث درجات او خمس درجات وقسمهم هنوصل 0.1 على فكره مش كام ده عشان احاسبك على كل معلومه والا يوم القيامه قالت المطففين ديت طبعا اكيد اخوانا المسيحيين عندهم حاجات مش شبه قالت المطففين دي تقيله جدا مش كام ده انك تنقص الحق ناس حقوقهم مش في البروز والجوع بس مش كام اي حد ليه حق عندك لو ما اديتلوش انت مقصر فيه يعني بابا بس ما بيذاكرش انت قصرت في حق بابا مش كام لا دي في ايه المصطفين برضه انت كده قصرت خلاص مش كام يعني كل واحد يبقى عارف كده بيلعب بالموبايل وراه في البيت مش كام يعرف ان هنا بيقصر وكده بقى ربنا باذن الله والله نتفرجنا مع بعض ولا رحمه لمن يضيعه مستقبله طبعا يعني ايا كانت ظروفه ما بنرضاش في حد حق اكتر من كده يبقى ده بالنسبه لي انا عايز مخك وانت بتذاكر في البيت بتشغله ما تقوليش انا عايز احفظه مش بحفظه هتنساه زي اي بواب يبقى بالتالي انا حفظت بارات الجلاند ان لير رتبتها من بره لجوه يبقى خلاص بقى عيد ترتيب موضوعي هنا عشان ما تبقاش مذاكره جديده. البوستير بيلو دياجاستريك هيبقى ديب ليه الحاجات دي وتحت بينما على عضله اسمها هايبروس زي تحصل انتيو فيشر بين الاثنين زباله واحد مش كام ده بقى يعني انا مش فاكر ديت عمال اخبط ايدي على العضله ولا فاكر عضله ولا هباب يعني. حط لي الاسهم بعد كده مين عند الابر بوردر مين عند اللور بوردر؟ ابر بوردر بلاد العضله اللي سجنتنا اللي هي انهي عضله؟ هي لو هتلاقي السالوت بروسيس واقف كده وده ماستوز بروسيس كده وده بوستير بيلي مين العضله اللي نازله دي اسمها؟ ستايل هاي ماشيه قدامها كده وسجنتها الاوبتيكال كورد ارتري بيبقى طالع ماشي دي لها ويدي برانش عند الابر بوردر اسمه بوستير بريكيا بيرجع لمين يا ولاد؟ اسكات طب مين عند اللور بوردر بتاعتها؟ قالوا هايبو جلوستر نيرف الهايبو جلوستر نيرف الدكتور مش لسه قالوا ديب اه هيبقى جلوس النيرف هيمشي دي بلاها وكيرب كده يجي قدام رايح للطنج يبقى هيبقى جلوس النيرف ده بيبقى ماشي عند اي بوردر منها اولاد لور بورد وبكيرب فورورد رايح في طريق مين اولاد للطنج وبالتالي ما جتش السؤال دي ريليشن بتاعت انهي طبعا الرسمه لو اتلونت بس اتلونت بذكاء مش مجرد بحفظ مش عارف الون عشان اقول الونها ابص عليها احفظها من الرسمه عادي ارتب معناته في دماغي ارجع بالرسمه ديت للجلاند اللي اسمها بارات الجلاند وابدا ابص على البارات شويه ابص على الريليشن بتاع بص مين ده شويه واخنا اروح السيرنج بروسيس فوق يبقى دي برضه البارات الجلال طب الجات الماستود بروسيس السيرنج دايجستري وعليها ماستود بروسيس وبنحط السيرنج ماستود وبنحط جلاند اسمها بارات الجلاند لو الكلام ده تم بالطريقه دي انت ملك القعده انت جراح القعده مش كام دولار عملت المنطقه في دماغك وعملت تتناقش فيها من سوبرفيشال لديب حطينا حاجه شلنا حاجه حطينا حاجه شلنا حاجه الامور تبقى ماشيه تمام يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال لما بتقول لي كده مين ديب لها؟ هقول لك استرنال بروسيس لا ما ينفعش استرنال هو عالي شويه. طب جلوس فرنجل ليه النيرف ما قلناهوش مش كام ده لا قالوا ده اصل بيعدي بين الانتنا والكتنا كروت روح للجلوس الفارغ وهناخده بعدين باخد كام كلينا نيرف بس لما كده اللور 3 اللور 3 اللي هم مين؟ واحد نيرف فيرتيكال واحد جاي قدام هاي بجلوس واحد راجع ورا الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ دي ده جاسك انتير بيلي غلبان بقى انتير بيلي نايم كده نظافه السكين وفاشيه وبلاتيزم ونام على عضله ليها اسمها مايلو هاد مش كام ده ده اني بيلي فيهم لما كده انتير بيلي الصفحه اللي قبلها على طول مكتوب انتير بيلي اوف ذا جاستريك هنا كده في الصفحه في الصفحتين كده الريليشن بتاع انتير بيلي مكتوبه هنا حتى ميته والصفحه ما يمكن ما تشوفهاش مش كام ده لا ده اني بيلي اولاد انتير بيلي بالريليشن بتاعته وبالتالي ليها الريليشن في انتير بيلي طبعا الطلبه المعلمين اللي بيذاكروا كويس قوي الطلبه الشطار بتوعنا الرفر اللي جاي انا ممكن اخش انا امتحان ريليشن اوف سير بيلي اوف دايجستيك فروستوب ريليشن اوف دايجستيك موسل فروستوب دايجستيك وايس ريليشن فروستوب مش كده لا كل الامتحانات دي حصلت دايجستيك دي جت اكتر من عمركم خمس مرات بس شوف كل واحد فينا عمره كم مره هو عمره كذا مره كده لا جت ثلاث اربع مرات بتوع تين ايجر ايام دول مش كده لا اللي يقول لك من حقه يشحن يتحرك في نهايه الامر
عقلاني كده ولا ايه؟ حياتك بتشرب من الثانية. من ديك ست اشهر اجازة ست اشهر دراسة. ايه؟ 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 ازيك يا جدع؟ انت حبيبتي يا جدع. ما تعرفيش في الطريق. سيب الطريق التهديق ماشي، ما تعرفيش. تعالى على جنب كده وانا هزقلك اي حد، انما انت ما تجيش في الطريق ده. بعد كده ازيك يا مها؟ اول انا بنيت مننا يا جماعه يعني هو شهر الكرام روحكم فيه لو نزلت عملت سنه عملت سكور كويس السنه هتعلى جدا هتلاقي روحك في السن الثاني ده يبقى فاكر حاول قدر الامكان تحرق روحك الشهر ده يعني الشعر كده جامد داخلين بعد كده يعني الواحد لما عنده زنقة شغل جدا يقعد يحكي لنفسه كده طب انا داخل على اجازه نص سنه بقى هقعد لي اسبوعين اجازه خلاص الحمد لله كده فالواحد يشجع روحه كده ايه؟ لا السنه دي الاجازه اجازه كومبليتلي اجازه محدش بيشتغل اسبوعين اجازه مني الا بقى لو هم زودوا الاجازه لا 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 الاسبوع ده ما فيش ولا درس في الاجازه ناخد اجازه كامله نعيش حياتنا ونتفسح ونروح نطلع كلنا الأقصر وأسوان السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله رأيك دلوقتي بقت شرم الشيخ. أنا ولاد يلا. بعد كده ولاد عندنا اللي في حضرة بقى اسمها ماء العذرة. ايه يا دكتور ولاد؟ ايه الحضمه اللي انت عاملها دي؟ سافيت الوقت في بعض ولا ايه؟ شو ولاد بقى معايا؟ هنا الطب الاسريني سوبر ما عملناش طعم في المال يبقى تاني عضله النهارده سوبر ما عملناش طعم ولسه في واحده ثالثه عشان بس نجيب الاكل. المايلو بيوصل ولاد مايلو يعني مولر وهيوزن هاي البون عضلة بدا اخرها في المولر فوق دروس اوطى حاجة تحت زي البون اسمها العضلة ديت مايلو هيوزن الواد سرحان دي مشكلته وانا مش مشكلتي ان علي الناس سرحانة العضلة السمتة ولاد مايلو هيوزن مايلو هيوزن بص العضلة ريتن 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 بقى تهريج يعني وطبعا كل ما تذاكر البطاطا دي على بعضها مرة وتطبقها على مرة تانية الامور ظريفة جدا المايلو هيوزن بص دي عضلة الواحد بتطلع من خط اسمها الوايد لاين امتحانات العملي بنربط بين ادم عمال الوايد لاين كتير قوي دكتوره شيماء هنا في خط على المندل من جوه اسم الخط ده ماي الوايد لاين اسمه ايه؟ ماي الوايد لاين ماي الوايد لاين يمين ماي الوايد لاين يمين ولاد شمال لاين ده اسمه ايه؟ اسمه ماي الوايد لاين ادي اورجن العضله اسمها ماي الوايد لاين العضله كنا بنحطها اسمها ايه لو ما كده العجاز كده كان في ليه؟ اثنين ما شاء الله بعد كده ولاد قالوا عندنا اللي دايما طب اطمنت بس ان العضله العضله دي بارك البايظ ايه انت حتى بصه فيك يا فاطمه انا ولاد عايزين ورقة جديدة. أنا ولاد. ورقة كبيرة كده ورقة جميلة. أيوه. أحسن واحد. لا دي ورقة برضه من أقرب أنت أحسن واحد في الدرس والله. بعد كده ولاد اسمعوا. عندنا عضلة بقى خلاص إيه؟ بعد المشحط بنحط كده حد. قال بعد كده شفت تبص للطلبة وتشحط كل واحد مطمن. الدنيا غلط. الورقه الثانيه الورقه بيعمل كده المايلو بص يا ولاد عضله زي كده انا عايز صح ولا طبعا يعني اللي انا بقوله ده لا يمنع ان الواحد يتفسح والله يتفسح ايه؟ يعني نص يوم في الاسبوع يعني بس انا ولاد اسمع معايا لا هو نص يوم بس ليك في الدنيا ادي يا ولاد المايلو هيد بص الوقت الباقي نازل كده الاورج بتاعها من خط اسمه مايلو هيد لاين مايلو هيد لاين متوسط العضله دي رافي رافي ده باند من فايبرسيشن ابر اتاتشمنت سيمبس من تايد ابر اتاتشمنت هيد بون فلو بصينا في رسم الكتاب اللي في النص دي فوق او تحت الرسومات حلوه جدا بصراحه اولا وين الصوت سؤال كده معاكم بس محدش يبقى سرحان لو ده منه تبص له من الجنب شاطر يا جدعان كده هنا دي هيد بون وهنا خط الاناد مين اللي مايل على المنظر من جوه ده خط اسمه اولاد مايلو هيد لاين العضله بتاخد اورجن من مايلو هيد لاين تنزل داون اورج مين الانتير فايبر بتاع العضله تروح في الراب والميدل فايبر في الراب اما البصير بوردر في الابر بوردر بتاع البادي هيد بون العضله دي اسمها مايلو هيد مصر اورجن منين؟ سيرجر كين اورجن من الخط اللي اسمه
سمايل هايت لاين تمام. هنا ده المنتل يبقى من جوه كده العضل رد. الهزيم فايبر بتعمل بتاع في الرافي دوت اللي اسمه ميدارافي. الفايبر السريفي ده فايبر سبين. العضله تاخد القرش من المنتل وتيجي كده تنسرت فيه. قالوا دي اني فايبر انتيل اني فايبر ميد. اما القصير فايبر بتروح تعمل سبيشال دايركت في البادي بتاع البون. ونسال سؤال مين العضله اللي بعملها دي اسمها مايلويد مصل. يبقى المايلويد مصل دي عضله واحده مين واحده شمال. القرش من الخط اللي اسمه مايلويد لاين. المصل فايبر تنزل داون لورد ميد ده داون لورد ميد يقابلوا بعض في ريفي. اني فايبر اللي عمل كده انتيرو ميد. اما القصير فايبر لا اللي عمل انسيرشن مباشره في البادي بتاع العظمه اللي اسمها هيود بون. العضله اللي سميتها بليد مايلويد اسمها بليد مايلويد. محس الحين مايلويد مصر بتاعتي لما حط سرحان ليها بصير بوردر واقف فري كده لا شرق دوت حط شبه ناسي ده البصير بوردر بتاع العضله الاسود دوت يمثل اي بوردر في العضله بصير مين بوردر بعمل ده يمثل مين اولاد بصير بوردر بتاع العضله دي اسمها مايلويد اسمها اولاد مايلويد عايزين اورجن سيرش. طبعا مين مايلويد مصر قال مايلويد ماشي. المصر فايبر دي تنزل داون لورد ميد ده داون لورد ميد يقابلوا بعض فريفي. الانتيل فايبر توصل للريف، الريف ده خط من الفايبر ستيش فايبر سبان. اتاتش اباف في السنتس من تاي واتاتش تحت في الهايت بون. مين الموجوده دي؟ عباره عن العضله بتاعت اللي اسمها مايلويد. قالوا طب بصير فايبر. قالوا بصير فايبر دكتور تعمل دايركت انسكشن في البادي بتاع اني عظمه هايت بون. بص في رسمه ستيب. عايز ابص في الرسمه على الايد الشمال في رسمتين. المايلويد مصر نازله من فوق لتحت. الناس اللي صاحيه امسك المندبل واعمله كده. لو بصيت على المندبل ابقى عامل كده ماكس تمام. ولو عملنا كده ولقيت مين اللي ده الهايت بون مين اللي في النص ده الريب. العضله الريب ده كده لان فايبر انتيرور وميد انتيرور وميد. انا طب البوستير دايركت انزلت في اي وادي ولقيت في الهايت بون. العضله دي سميتها مايلويد اسمها ولقيت مايلويد تمام. المايلويد مصر اللي هي اسم تاني ده فراما اولس في الصفحه الفوقاني هنا في الماوس من فوق. كلمه ده فراما اولس ده الترناتيف نيم يعني اسم مرادف يبقى اسمها مايلويد او سميها ده فراما اولس. كم ده فراما في هيدلاند نيك الديافراما السلي اللي عملته التنتوريوم الديولا فوق البيتوتا جلاند وعندي ديافراما اورس كده والثوركس في ديافراما سيبسن فاشا تعتبر ديافراما الثوراسك ال اللي كانت بتغطي الابكس بتاع اللانج في ديافراما بتاع الريسبريشن والبلبس في اثنين ديافراما لما ناخدهم يعني في الاخر كده هي تجميعه اسمها الديافراما اللي في جسم الانسان مش كام دول في ديافراما سلي وديافراما يا اولاد اورس اورس للماوس ومش كام دول السلي بتاعت الايه سلا تورسيكا زمان لما حد صالح يبقى الاسم طبعا لازم يتحط عليه خط وما تقلبش. انا ولاد تاني نقدر نقول مع بعض كان في ممبرين اسمه سوبر برو ممبرين اسمه سيبسن فاشا بيغطي الابرس بتاعت اللانج بيبقى راكب كده فوقها وبيسموه الدافراك اوف ثوراسك ال في الدافراك بتاع الريسبريشن الدافراك اوف ثوراسك اوت مش كام دول وفي تو دافراك في الهيد دافراما اورز ودافراما سيلو بناخد البلبس نعرف اثنين دافراك تانيين يعني في الاخر واحنا في البلبس بنقفل مع بعض سته دافراك تحت الامتحان تحت فوق مش كام دول واحد بيغلس عليك يعني كلمه دافراما اورز دي تحتها سطر عشان ما تبقاش كلمه مرميه كده مش هيقولز وخلصنا ده احنا بنغلط في الكلام. النيرف سبلاي طبعا مش هقوله نيرف تمايل هو ده اللي روح النار بقى الصراحه نيرف تمايل هو ده اللي جاي من انفيرو البر بتاع بوتير ديفيجن اوف مانديبل قبل ما اخش المانديبل ده انا ماشي في الجروب ورحت سبلاي بلان سبلاي في بيلي بتاع جد. عايز اسال سؤال العضله دي الاكشن بتاعها زي اخواتي يا اما ترفع يا اما تنزل ترفع مين او تنزل مين ترفع الهاي بون على الفلور تماوس الواحد وقاعد حاطط ايده كده. طب انا اسالكم سؤال بس كام ده الاسكابس والباقيين ما بيبصوش ده اطول ولا ده اطول؟ ها؟ تحت اوت انا سنة بقول كده فالمايلويد مصر نازله كده نازله من لاترال تو ميد وداون لود كده فالعضله تبقى عامله كده لما تنقبض تعمل العضله دي لما كده ترفع لفوق وترفع الفلور ده وترفع الهيد بون دي عمليه مين يا عكس ذلك لو الهيد بون ثابت ثبتناها ازاي؟ الفرونت ماسك شد المندل بتعمل ايه الماوس لما كده اوبن ماوس اسمها العضله دي سميتها مايلويد اسمها ايه؟ مايلويد عايزين لها ريليشن. طبعا قبل ما نخش في الريليشن في سطر كده للطلبه الصحيين في صفحه دي بس هبقى جلاندس كتبوه هناك وما كتبوش هنا وانت هتكتبه طبعا مش انت راجل شاطر. عندنا بلاقي في صفحه كده في الصفحه دي بس هبقى جلاندس قدام مكتوب فيها ايه؟ صفحه دي اللي هو صفحه كام؟ صفحه 85 للطلبه الشطار مكتوب في الصفحه دي بارت الصفحه دي بس هبقى جلاندس ثالث رابع سطر كده مكتوب فيه اتس كونتينيو سوبرفيتش جا اراوند ذا بوستيريو بورد بتاع العضله اللي اسمها ماينا هيرت. يبقى مره ثاني في صفحه 85 السطر الرابع مكتوب ايه في السطر الرابع؟
ان دي بارت كونتينوس مع السوبرفيشال بارت. انا قلت لي بوردر بوستير بوردر بتاع ده اسمها مايلويد. كل الناس تبص معايا اللي هعمله. عندنا ولايه دافيد دي دي مايلويد ماسك رافعه كده. الوقت دوت الاسود ده اسمه بوستير بوردر بتاعها ممتد من فوق لتحت. ايدي دي تمثل صم دي بالسيرفر جلاند. الصم بيمثل الديب بارت وكف ايد السوبرفيشال بارت والجلاند راكبه كده. يبقى لما اجي اقول التو جلاند الجلاند اللي هي كام بارت؟ اثنين. واحد سوبرفيشال والثاني ديب. كونتينوس ويز ايتش اذر اراوند اني بوردر بوستير بوردر بتاع ده اسمها مايلويد. قلت لما اجي اشرح بني ادم مايلويد ماسك رافعه كده. جزء من الجلاند ما يكونش ديب ده هيبقى اسمه ديب بارت تانج راك بروسيس حته رفيعه كده. وجزء كبير اللي بره ده اني بارت يا ولاد سوبرفيش والاثنين يكونوا مكملين مع بعض اراوند اني بوردر لما جه ده بصير بوردر بتاع الهضم اسمها مايلويد. يعني لما اجيب السب مانديبل سيرفنج المايلويد مسل هقول سوبرفيش لا السب مانديبل سيرفنج جلاند سوبرفيشال بارت والديب لا السب مانديبل سيرفنج جلاند الديب بارت والاثنين كونتينوس مع بعض اراوند اني بوردر بصير بوردر. السطر المكتوب ده في الكتاب يا لازم يكتب منين؟ ما ينفعش يطلع من مايلويد مسل وجات امتحان ما بقاش كتبت هذا الكومنت اللي هي يا جماعه السوبرفيشال دي بارت اوف ذا جلاند كونتينوس اراوند اني بوردر بوستير بورد دي كانت تتكتب هناك لازم كمان تتعاد مرتين فانا كتبها مره لتوفيرا للكلام بس لازم ابقى عارف كده ان الجلاند بتبقى ليها كام بارت يا ولاد اثنين لارج سوبرفيشال وسمول ديب كونتينوس اتش اذر اراوند اني بوردر بوستير بورد اللي هو ده اسمها مايلويد اللي هو ده اسمها ايه مايلويد. فبسال السؤال يا دكتور عندنا بقى الناس اللي عندها دم وضمير واغلبنا كده دي المايلويد ماس عندنا لها ريليشن من السوبرفيشال ريليشن انتير بيلي اوف دايجستيك لسه من شويه قلنا ان هي مع العضله اللي اسمها مايلويد والسوبرفيشال بارت بتاع الجلاند اللي اسمها سب مانديبولار سيرفي جلاند مش الكلام ده لا اكيد وشويه بقى كلام فاضي. الفيشال ارت كان ماشي كده كان ليه برانشز وسبمنتال برانش في لينف نود هنا في السب مانديبولار كان اسمها سبمنتال لينف نود مش كده وفي ارتري اسمه سبمنتال برانش في لينف نود سبمنتال في نرف اسمه نرف التومايل وهيود يبقى ماشي على سطحها من بره كل دي حاجات بقى الصغيرات انما لما اجي اسال سؤال وات ارض سوبرفيشال ريليشن اسالكم سؤال انتم معلمين الناس بقى صح معايا اقدر اسال سؤال ده مين اللي عندي ده راس الراجل لو عملت راس الراجل كده افترضت انكم تفهموا دي هاي بون ده من افتنا بقى لو ده مايلويد لاين مين اللي اقدر اسميتها مايلويد مصر حد فينا يقدر يفتي فتوى سعيده يقول لي مين دي صعب جدا لها انتيرو بيلي وتنزل لها بصير مين دي يا جاس والله شطار لو في جلاند راكبه هنا ده جزء داخل جوه كده وجزء بره كده مين ده؟ الله ايه ده؟ ايه ده؟ في ارت كان بيلف هنا اسمه فيشل يخش الفيس كده اسمه فيشل وليه برانش يروح هنا اسمه سبمنت في شويه غد لينف نود كده اسمها سبمنتال لينف نود مش كام دول والنرف بتاعها اسمه نرف 2 مايلود دي سوبرفيشال ريليشن بتاعتها يبقى طبعا تاسكين وسوبرفيشال فاشل فيها بلاتيزما ودي فاشل هنوصل مع بعض الحصه اللي جايه اسمه النهارده بكره باذن الله ازاي نرتب المنطقه دي من بره لجوه مش كام ده لا طول ما انت قاعد في البيت الامتحان مش بكره الصبح الامتحان بعد شهر ونص انت الدراسه ما عداش على شهر ونص على فكره عشان تبقى في صوره يعني احنا داخلين 11 و10 مش كام ده لا احنا النهارده بنتكلم في 22 ولا 23 11 ما خدتش شهر ونص دراسه والامتحان بعد شهر ونص ما تقعدليش في البيت الامتحان قرب الامتحان اللي قرب مش كام ده لا ده انت تبقى متخلف جدا انت قاعد لسه بتذاكر امتحان قرب قبل الامتحان باسبوعين دي كلمه امتحان قرب انما دلوقتي احنا مش امتحان قرب احنا بنتعلم ولا تبقى الدنيا مفتوحه للامتحانات فانا قاعد في البيت بحكي الناس تاني كل ما نحكيها بارود الجلاند تحكيها لغايه ما اقطعها مع الدايجستيك مش كده واطلع صور وابص واخش وكده لغايه ما في الاخر امسك استاذ قالت له مش كده لا قلت له ارتب لك بس كده واحد بتاع جراحه اطحنه لانه قالت في دماغي ارجع اقول بقى على المايلويد مصر عن طريقها رتب المنطقه دي واقعد اطحن فيكم واطحن فيكم واطحن فيكم لغايه ما تبقى بتاعتي اسال سؤال العضله اللي اتكلمت عليها دي اسمها مايلويد سوبرفيشال ريليشن دي ريليشن اتذكرها انا بحب الشرح مش مذاكرها طب دي ريليشن دي كمان حصه ان شاء الله لما رجعنا مع بعض دي بلا اللي هناخده بعدين فانت هتبقى المخرج بطريقه الحفظ الغبي شيء ضايق جدا يحرق الدم لما في حفظ الذكاء كل احنا نوصله مع بعض ان شاء الله ربنا يوصل العضله بقى عايز لها مايلويد بس از اورجن تشن نفس سبلاي اكشن قولوا لي بسرعه طلع منين مايلويد لاين علامه التحت طب مايلويد بس دي على الجثه بعد الجول بتبقى فرافيت الفرافيت ما بنربطهاش مش الكلام ده يبقى عايزين نجيبها طب هنربط على هيد بون مش هقدر معلم هيد بون يبقى هنا مايلويد لاين مالت بتاع المندل فيري كومن تخش تلاقي المندل برمي على الترابيزه وعلامه تباشير على المايلويد لاين مين اتاتشت هنا والنرف سبلاي والاكشن بتاعها والكلام ده كله ريتن 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 تمام تمام هذا اسمه مايلويد مصر اسال سؤال مايلويد مصر اورجن منين؟ ما
اسمعي لا طيب مش جاب مرسومه والله رسم احلى مني والله والله رسمين هنا اهي زي جاسك محطوطه والجلاند موجوده كل حاجه موجوده والله الكتاب بس ما تطلع كلها اعملها باك باك ده كان بيدي دروس في اسنان زمان وكان عامل كتاب يتناسب مع مخه طلب الاسنان اسنان مخهم سنه تحت مش كده لا فانا سالم الامور قوي لو كل حاجه ما قلتلهمش وضوح ما قلتلهمش خالص مش كده لا طب ما قلتلهمش الكلام ده مش كده لا هم بشر فرقه مش كده هم بشر فبيجوا مع بعض فبينهم هم بشر بيدعوا ان هم زينا فراجعين مع بعض هم طبعا طلبة اسنان كل ما تقول لك انا نقيت اسنان بكيفي انت خفت تخش بلش مش انت ما جبتش اسنان يقول لك لا في مجموعه كان صدفه فرايك كان ظروف فرسومات كويسه جدا يعني انا ببص الكتاب بحس انه مذاكر درس والله وكل شويه بيجيبوا رسومات جديده يحطوها احلى فالكتاب رسوماته حلوه بس المهم يعني الناس عايزه احمر واصفر بعد كده وريت والله نفسي يفتحوا رسومات الناحيه دي ولا تشعروا بمقبوبة بس مش كده لا هي بس اللي فيها لطش احمر واخضر بعد كده وجينا مع بعض بس الطلبه خسرت فلو جينا مع بعض انا الترم الثاني بقى هعمل مذاكره احمر واخضر كلها بس كده قبل من كلها احمر واخضر اللي مش هيشتريها انا هعمل ايه؟ مش مهم يا اخو لا فبرضه مش المهم العضله السفلت قبل ايه؟ ما يلعب طبعا المذاكره كويسه على فكره برضه بس الكتاب كويس والله انا مش ضد المذاكره ايهاب عامل كده كنت بس الكتاب كويس المهم نرجع لهم مع بعض العضله اللي سميتها بلاد ماي لايت ايه السوبر فيشر ليش بتاعتها قلنا في سكين وفشه بلاتيزم اي هبل حط بقى حاجات اساسيه انت بيلي قدام جاسك نيرف ماي لايت سب مانديبل سب بلاند سوبر فيشر بارت حاجتين سب مينتال سب مينتال ار سب مينتال للبنود ربط مخك قد ما تقدر لغايه ما في الاخر تحفظه دي ليش بتاجلها شويه على فكره بعد الحصه الجايه نقلب الصفحه اللي هي ستارت بروسيس احط المايلود بس عادي هتجاز في بيت كده من بره مش كده لا اصلا تبقى هيبقى بيت عند صف مديله وتجاز مش هيجي عند المايلود عندي جيوغرافي يبدا طبعا ايمان واخدينه طبعا يبدا عليه صف انت فين اهو ما نسيت ولا نسيت كمان بس مش فارقه الدنيا ما لقيتش انما العيب ان انا ببقى الف لها ريليشن صح طبعا انا ولاد يعني هنا الدكتوره ايمان مش كده ولا ايه؟ ها؟ ولا ايمان ولا ايه؟ يلا انا بالنسبه لرنا قالت لك الانتيرو جاجر بين صح كان هنا في السوبر فيشن فشه صب من تبين في التحت وتم الانتيرو جاجر بين عند مايلر نص كان سليم في السوبر فيشن فشه مش غلط يعني قال جت الفريق طب الاسد بقى اسمه كويس ولا ايه عندنا في سالوت بروسيس للسالوت ابريتس سالوت ريتن ديسكرايب ذا سالوت ابريتس سالوت ابريتس ده عباره عن سالوت بروسيس بخمس حاجات ثلاث عضلات توليجن امتحان عملي بنخش تربيزه طبعا من الفرق ما بنعرفش نربط العضلات دي نهائي فبنكتفي مثلا نجيب الثلاث بروسيس والتين والتباشير ايدنتيفاي من شاتوليجي متاتاتش الثلاثه بصل اتاتش بجير نيرف سبلاي نجيبه ريتن سؤال ريتن كان قريب جدا جدا في امتحانات يمكن من سنتين ديسكاب الثلاث ابريتس فبالتالي شيء مهم جدا امتحانيا الثلاث ابريتس ده عباره عن ثلاث بروسيس وخمس حاجات اتاتش فيه جهاز الستايلويد ابريتس الجهاز جهاز الاستالوت ده عباره عن استالوت بروسيس وكام حاجه اتاتش فيه؟ خمسه. ثلاث عضلات وتو ليجمنت، ثلاث عضلات وتو ليجمنت. اول عضله اسمها استالوت جروسس ماسل. استالوت جروسس ماسل دي كافي الانسان رغبه في الاعتراف بربنا. بصراحه. العضله ديت لما تقرا الاكشن بتاعها بدقه بصراحه في اكشن ناقص في الكتابه. الكتاب ده ناقص اكشن. العضله اسمها استالوت جروسس ماسل بتاخد اورجن منين؟ من التيب اوف استالوت بروسيس تي تي. طلع من التيب وراح للطنج. يبقى اللي راح للطنج جاي منين؟ من التيب. والعضله بتاعتي اللي نزل كلام بعض اسمها ستايل جروسس ماس تروح كامل انسيرشن اور ثرو ذا سايد اوف ذا تانج كل السايد اوف ذا تانج من قدام لورا العضله بنسميها ولاد ستايل جروسس ماس واخد اورجن ستايل جروسس ماس واخد اورجن من التيب بتاع اني بروسيس يا ولاد ستايل بروسيس واخد انسيرشن ستايل جروسس ماس اور ثرو ذا سايد الناس اللي قاعده صح يا مستر حانه ده راس الراجل لو درست الراجل بتاعنا عامله كده في حد سرحان اقدر اسال سؤال ده تانج البروسيس ده اسمه ستايلويد وده التب من كده هتطلع تقدر تروح تعمل ريسيرش اور سروز بتاعت ده تانج اسمها الاضر دي اللي هي ستايلو جلوستس ما ستايلو اولاد واسس دور جلوستس انسيرشن اي عضله جلوستس النيرف سبلاي اكيد احنا بقى متوقعين لسه مستنيين جلوستس النيرف مستنيين بقى مش كده اسمها جلوستس هي تروح على التانج يا عم شوف لها نيرف سبلاي اكيد يبقى نيرف اللي اسمه هايبو جلوستس نيرف اللي هو كان نيرف نمره 12 اكشن العضله دي فيها تو اكشن كتاب كتب واحد وكتب انت لما تدل ادبك على لسانك تطلع له لسانك
لازم ترجعه تاني. مش كنت لا مش كتير بره فالعضله رفعت تضرب كده ترجعه تاني. طبعا يا العضله انت ترجعك محترم تاني. العضله بقى اللي الكتاب لسه يكتبه ان العضله دي ترفع التانج فوق. العضله نقدر التانج من فوق يبقى جرام للسالوت بروسيس كده وانا قدام فوق فبترفع التانج. طريقه رفع التانج بقى غريبه العجب غير طبيعي. اول عضله نقدر كده راح التانج فتشده وترفعه اللي ورا ريتراكت تسحبه لورا وترفعه. العضله دي واخده التانج بطول. انت لما بتمضغ اكلك بتعمل كره كده اسمها بولس تاكل كده على السمكه تيجي بالها حربيها لورا. تعيش بقى العضله دي لما تنقبض الجزء اللي رايح عند التيبو بتتنج انقبض الاول وبعد كده الجزء اللي في الميدل بتاع التنج واخر جزء انقبض هو اخر جزء من التنج. يعني ترتيب انقباض العضله دي لوحده يثبت ان في خالق ربنا موجود موجود. لو انت تخيل ان لو الجزء الخلفي ده اترفع قبل الامامي كان عمل ايه في الاكل رماه بره. تخيل عضله التنج ده كله بترفع زوام ميز كان تنقى في سقف بقك مش كده لا. يبقى الاكل عشان ترجع لورا لازم تعمل ايه؟ ترفع التيب ثم الميدل بارت ثم البوستير بارت فالاكل يتزحلق لورا مش كامل. لما تقرا الاكشن ده من كتاب انا رقم كبير والله تتخض صراحه مش كامل لا. يعني انا اول قريت بس الكلام ده من حوالي 25 سنه صراحه مرحبه الانسان فيها قوه شباب وكده حاسس ان الدنيا انت مالكها تتخض صراحه. شوف قد ايه ربنا بيعجز في الخلق. فالعضله دي من العضلات السالب بس الواحد لما قراها فعلا تتخض بيها. فعضله شغاله بشكل غريب جدا. عضله كلها شريحه لحم رفيعه كده يعني العضله عشان تشوفها جثه لازم شرح ميه كويس جدا وشريحة لحم رفيعة كده. وان ربنا يخلي النيرف ينزل للعضلة يدي اوامر للانتيرو فايبر ثم الميدل فايبر ثم الروسير فايبر وترفع التانج بالجراديويشن. ايه ده؟ ايه ده؟ والناس في الاخر ما بتفكرش. بعد كده العضلة سميتها ولاد السايلو جسم اللي بيذاكر برضه ربنا. ايه؟ ده والله العظيم يا غالي مش مين انت اللي جبت. انا عايز اقول ان الرقم على ربنا من طلب كليه الطب لازم تبقى عاليه جدا. احنا لازم نبقى ناس ثانيه والله انا مش بقول غرورا. انما انت بتعرف حاجه اللي بيبني عمارة عارف ان شويه اسمنت على مسلح على كده اللي بيعمل حسابات بيقعد كده ان هو لو فكر امور مختلفه احنا مختلفين خالص خالص خالص. يعني احنا بنعرف موضوع يعني يمكن اكبر حاجه ربنا من اكثر حاجات ربنا خلقها صعبه. المهم صعبه على ربنا طبعا يعني حاجه واحده الصراحه يعني حاجه السالو جلوس المصري يبقى العضله اسمها السالو عايزين اورجن انسرشن. فالعضله دي واخد اورجن من الدب بتاع اني بروسيس سالو بروسيس وتعمل انسرشن في السايد اوف ذا تانج من اول لاخر. العضله التريتراكت والاليفيت من الكتاب ينسى الاليفيت دي غطيتهم دي لازم تبقى معروف ان بتساعد على الديجلوتيشن وانت بتبلع. انت بتبلع اكل ازاي بترفع لسانك تدوق الاكل لورا. فالعضله اسمها ستايلوسس والنرف السبلاي ايه كان. عضله ثانيه يا ولاد ستايلويد مصر تطلع من ايه؟ من الستايلويد بروسيس من الباك بتاع البيز. الباك بتاع البيز انا الستايلويد بروسيس واقف كده النقطه دي. النقطه دي اللي هي الباك بتاع البيز البوستيريور بتاع البيز. العضله تنزل من فوق لتحت ستايلويد مصر تعمل انسبشن فين؟ انا في الهيد بون عند جنكشن البادي والجريتر هورن بين البادي والجريتر هورن في الجنكشن بين العضله دي اسمها ستايلو هاد مصر اسمها ستايلو هايوي. لما تنزل تحت لو حد فينا فاكر بتعمل سبلاي مش كده وتحوط انت من دي تنزل وتهدر اسمها ايه؟ دايجست. وبالتالي الناس اللي صح معايا تبص تتابع كده الطلبه الشطار قالوا انسبشن فين؟ في الهيد بون عند جنكشن بين البادي والجريتر هورن في الاتصال بينهم. قالوا هنا السبب مصر انسبشن جنكشن ذا بودي ذا بود ويش ذا اير بادي ذا جيت هول باي تو ستيبس. انا لسه قلت سراوند التندو بتاع انترميديت تندو بتاع العضله دايجست عشان ما تنسيش بقى السراوند تندو بتاع مين؟ انترميديت تندو بتاع عضله اسمها دايجست. العضله دي ترفع لها بون وانت بتبلع. حد فينا قادر يقول نيرف سبلاي؟ فيش دي ظل الايه دايجست وحبست الدايجست مش كامله لا وتاخد نيرف سبلاي زيها من نيرف بلاد فيش. انا عايز احطهم مع بعض عشان ما انساهمش. بص في رسمه الكتاب فين الثايرويد ماسل ادي نازله مش كامله لا فيها هذا الكلام والعضله كده. لو رجعت الصفحه ورا الثايرويد ماسل دي رسمه مصر المرسومه دي رسمه مصر احنا مش مربطين زي ما احنا عايزين. لما رجعت في الرسمه اللي قبلها بس صفحه كمان صفحه كمان ارجع صفحه كمان في الريليشن بتاعت الثايرويد ماسل زي الفول نازل وماشيه قدام الانتير في البوستيبيلي بتاع الدجاز وتحت سبريت وراح لهيد بون عند جنكشن بالبادي وجريت هول رسمه تيبيكال يعني صراحه مش كامله. الرسومات دي كلها من كتاب اسمه جراند اطلس. لو دخلت على النت وكتبت جراند اطلس جراند اطلس ايمين اللي كان اطلس الوحيد بتاع الرسم في الدنيا بس ما فيش غيره. فبالتالي جراند اطلس ده طبعا طوروه كتير انما بالتالي الصوره اللي امبارح كنت بتفرج عليه كان عجبني جدا صراحه يعني. فجراند اطلس بالنسبه لنا ده الصوره دي كانت منه كده. المهم العضله اللي سميتها ولاد ستايل هاد مصر. العضله الثالثه اسمها ستايل فرنجس. ستايل فرنجس مصل جراند اسمه جراند اطلس جراند اطلس.
القطر بتاعنا كويس جدا يعني. انا على النت هتلاقيه موجود، واللي عايزه انا عندي على الفلاش، على الفلاش على الشاحن. انا ولسه بس 100 جنيه عشان هو طبعا 100 جنيه. انا بعد كده ولسه مع بعض ده مين ولسه ستالون في عدد اسمها ستالون فرينجرز مصر. ستالون فرينجرز مصر في لص بتاع زمان بريطانيه، اول ما كتب اسمها شتم اللي سماه كده على طول، قال لي سماه ده حمار ما بيفهمش مش كام ده. لا والعضله دي اسمها غلط، العضله اسمها ستايل فرينجز. طبعا انا بقول الكلام ده عشان الشياطين اللي في الدرس مش كام ده. لا ستايل فرينجز مصر منين؟ ستايل البروسيس ميديال سايد اوف ذا بيت. ميديال سايد بتاع مين؟ البيت يعني من جوه. يبقى على البيت من جوه تطلع عضله اسمها ستايل فرينجز من جوه كده وتنزل من فوق لتحت. تعمل السيرشن فين؟ انا في البوستير بورد بتاع الثيرويد كارت. طبعا كل الناس اللي قاعده قدامي عارفه ايه؟ ان الثيرويد كارت بتاعتنا كانت تو لامينر. التلامينا دول متحدين مع بعض قدام سابين بعض من ورا. الناس اللي عندها دم ضمير بس محدش يبقى سرحان. الثيرويد كارت بتاعنا ولاد عامل كده الطلبه الشطار. الثيرويد كارت كنا جبنا سيرته عنه قبل كده مش كام ده. لا قلنا الثيرويد كارت بتاعي ده لما حد سرحان كان بيبقى عليه خط ميل من بره، لو تفتكروا اسمه اوبليك لاين وكارمين. الثيرويد كارت بيبقى كده. العضله بتعمل سيرش في البوستير بوردر بتاع اللامينا. العضله اسمها ستايلو فرينتس بس. انا طب ليه ما اسمهاش ستايلو ثيرويد كارت؟ او رحت الثيرويد كارتلج اللي هو جزء من اللارينكس، ليه ما سموهاش ستايلو لارينجا؟ فيبقى الراجل اعترض على اسمها. طبعا هم ردوا عليه او الناس اللي بتقول بتوع عيادته، قال العضله دي ونزل بالشركه الجدار للفارنكس، للفارنكس ورا اللارينكس على ما توصل للثيرويد، يبقى اسمها اكوردنج لمكانها وليس لنهايتها. مش كام ده؟ لا عشان الناس اللي بتالف مش كام ده؟ يقعد عايز يالف عضله يقول لك ده طلع من الثيرويد بروسيشن بتاع الثيرويد كارتلج. طب العضله دي سموها كده ليه؟ سميناها ستايلو فارنجس ليه؟ الستايل فرينجز مصر اتسمت اكوردنج لمكانها وليس لنهايتها. فطبعا احنا قلنا ستايلو هود من ستايلو لهود، ستايلو بلوستس من ستايلو لتانج مش كام ده؟ لا طب دي انتوا بتسموها ستايلو فرينجز مش كام ده؟ لا وما اديتهاش حاجه فينكس، ده انت وديتها لكارتش اسمه ثيرويد اللي هو جزء من اللارينكس. طب تسموها ستايلو لارينج. الكتاب كده كده على فكره وكتاب جراح انجليزي الادب كل حاجه فيها اي لخبطه تلاقي كلمتين يعني زي ما يكون واحد بيهزق واحد في الاول. اتس بادجي نيمد ماسل اتس ان كورد كذا اتس كذا ويجيب كام شهر. فالعضله من اصل مكتوب. انا عاجبني الكومنت دوت عشان انا كمان ما الفش في البيت مش كام دولار، مش ستايل فرنجز تالفت اي حاجه فرنجه. هي العضله جايه من الثيرويد بروسيس تمام، وبالتالي عملت الثيرويد بروسيس وافترضت انكم طلب عملت كده. مين اللي طلعت من الدب؟ مين من البيز من ورا؟ مين من الميديال سايد؟ ده الثلاث هضبات. مين الثلاث هضبات؟ نقدر نعرف ولا مين طلع من التيب يا ولاد؟ الثيرويد بروسيس الثيرويد جلوس في مصر والتي اللي فيه تيب للطنج. لو ده الثيرويد بروسيس وده البيز من ورا تبقى مين؟ سايلو هيول. لو من الميديال سايد نبدا تبقى اسمها سايلو فرينجس. تبقى كم عضله؟ ثلاث. يبقى طلبت من التركيب مذاكره ده مين بروسيس العضلي ده اسمه ستايلويد. اللي جت من التيب تبقى مين يا ولاد؟ ستايلو جلوس. واللي جايه من البيت من ورا تبقى مين؟ ستايلو هيود. اللي هتطلع من الميديال سايد بتاع البيت تبقى اسمها ستايلو فرنجز. كم عضله من الثيرويد بروسيس؟ ثلاثه. ستايلو فرنجز مثلا انسبت في الثيرويد كارش، وانت بتبلع تشد الثيرويد كارش لفوق. اللي هتعرفوه معايا الحصه ديت واللي جايه ان شاء الله قريب، ان في عضله اسمها انفيرو كونستريكتور ماسل اوف ذا فارنكس تاخد اورج من الثيرويد كارش وتطلع لفوق. العضله دي تبع الفارنكس، لما الثيرويد كارش يطلع لفوق يشد معاه العضله لفوق. في عضله اسمها ميدل كونستريكتور عاملين زي اريا العربيه، واحده تحوط واحده كده. الميد انتيريور هتحوط الميدل اكتر. اتس بيتر ان ايدي دي تنقبض كده ولا ايديا مع بعض ينقبضوا كده؟ قالوا ينقبضوا مع بعض فيدوقوا الاكل اكتر. يعني بيحصل اوفرلاب لواحده على الثانيه، فمكتوب ان العضله لما تنقبض تعمل ايه في الثيرويد كارتش؟ ترفعه. تخلي الفارنكس قصير. الفارنكس قصير عضلاته كونستكتور بتحوط بعض اكتر لغايه ما ناخدهم يعني. انما اتليست انسى اللي انا قلته. لو انا عندي عضله اسمها ميدل كونستكتور عامله كده وعضله اسمها انفيرو كونستكتور عامله كده، لما برفع الثيرويد كارت دي بتحوط دي اكتر مش كام ده؟ لما تحوطها اكتر والاثنين ينقبضوا مع بعض مش كام ده؟ سبيتر ولا كل واحده تنقبض لوحدها؟ قالوا كلمه ان تخلي الفارنكس شورت دورنج سولنج قال ليها مساعده مش كام؟ تاثر المشوار تخلي العضلات محوطه بعض اكتر وانقباضها تبقى اقوى، يبقى ليه فايده من الفارنكس يبقى شورت وانت بتبلع. تاني الفارنكس لما بندرسه ثلاثه كونستريكتور وشفنا الصوره قبل كده سوبيرو وميدل وانتير. لما برفع الثيرويد كارت لفوق الميدير بتحوط الميدل اكتر بتبقى الثيرويد ليها اكتر ويبقى عليها اوفرلاب جامد في الكونتراكشن اكثر افكت، فتقدر تقول تبقى اسهل. هنا بتقول نقدر مع بعض العضله دي سميتها ستايلو فرنجز. النرفس سبلاي بتاعها مش هقوله ما حدش بص في الكتاب. ستايلو فرنجز مصر واحده من ست حاجات عدوا من الانتنا واكسنا كاروت ارتي وكان ماشي معاها نيرف بيبقى ماشي دي لها ويلف معاها ويجي قدام ويديها نرفس. هذا كان اسمه النرفس ده بروسو فرنجز. كان واحد من ست حاجات بين الانترنال والاكسترنال كروت ارتري العضله اللي سميناها ستايلو فرنجس ماسل. وان ستايلو فرنجس ماسل تطلع من ستايلو بروسيس وهي النيرف اللي اسمه جلوس. كنت عملت حاجه
قلت للنادي تستلم فرنجز مصر، قلت للجروس فرنجز نرجع من ايه؟ يمشي دي بلاها يلف حواليها يمشي سوبرفيشال والاثنين يمشوا بتوين مين ومين انترنال واكسترنال وناخدها مع النيرف قريب ان شاء الله اسمها العضله دي ستايل فرنجز اسمها ولاد ستايل فرنجز. عايز اسال سؤال كده، كم عضله طلع من الثلاث بروسيس بتوعنا؟ عايز ثلاثه، مين الثلاثه بتوعنا؟ من التيبو راحت للطنج تبقى اسمها ستايلوس، من البيز من ورا وراحت للاي هاي بون ستايلو هيود، من ميديا سايد تبقى مين يا اولاد ستايلو فارنجز. سالته مثال بس ما حدش يبقى سرحان، لو في فارنجز انا عندنا كام فارنجز؟ واحد والثالوث بروسيس واقفين كده، يبقى عضله الفارنجز تبقى قريبه من انهي سيرفيس؟ من ميديا سيرفيس. يبقى انا لو محتلت فيهم يبقى عضله الفارنجز قريبه من انهي سيرفيس؟ من ميديا. لو عشان كده من ميديا سايد اوف ذا بيس سالت عضله اسمها ستايلو فارنجز. اسمها ايه؟ اي حاجه بس عشان ما انساهمش انا بطل السالو هيد. تقول ليجامنت المفروض ما اشرحهمش. ليجامنت اسمه السالو هيد ليجامنت. السالو هيد ليجامنت ده بيطلع من التيب بتاع الثالوث بروسيس هو كمان من التيب وينزل ساب بتروح في الليسر هورن بتاع الهيد بون. قلنا الهيد بون ليها بدل وجريتر هورن هورن صغير كده اسمه ليسر. العضله اسمها الليجامنت اسمه السالو هيد ليجامنت. السالو هيد ليجامنت تاخد اورج منين؟ انا واخد من بدل من التيب بتاع الثالوث بروسيس وانسرتد في مين؟ في الليسر هورن. نبص مع بعض على البورد بس مش عايز حد سرحان. عندنا كده ولاد الطلبه الشطار بحد سرحان ايه؟ لو دي راس الراجل بتاعه وافترضت انكم صاحيين اسالكم سؤال بقى كده بس صعب عليكم صراحه. دي العظمه دي اسمها هيد بون ليها بادي صح رجع ورا ده جريتر هولد تمام وهنا ده اني هولد لسه. طب لو ده الثايرويد بروسيس التيب بتاع الثايرويد بروسيس هينزل منه ليجامنت اسمه ستايرويد ليجامنت يروح السبب تروح هنا كده كعضله بتطلع من الهيد بون تروح للتانك اسمها العضله دي هاي بروسيس تعمل ريسيرش في التانك. السبب ليجامنت الناس اللي صح معايا اتكلم مش كتاب دلوقتي اول حاجه مش كتاب الثايرويد بروسيس الثايرويد ليجامنت تروح للسر هون دي هاي بون الاور بارت بتاع الليجامنت ده تطلع منه عضله اسمها ميدل كونستريكتور ماسل اوف ذا فيركس وتطلع من الهيد بون كمان. يبقى الاور بارت بتاع الليجامنت هيدي اورجن العضله اسمها قابضه الفيركس الوسطى اللي اسمها ميدل كونستريكتور. الدكتور اللي قاعد قدامي واحد اسمه احمد هو نايم كويس وجايب كتاب بس بيجلده كويس صراحه يعني يمتدح فيه تجلده الكتاب صراحه ما حدش يقدر يتكلم بعد تجلده الكتاب ديت اي حاجه اعملها احمد 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 الصفحه ما اعرفش جايب جايب كتاب هيك فاتح طرق الجنان بعد كده الصفحه ده ماشي قالوا صفحه تابلت اللي هي فيها الرسومات دي فيها عضله صفحه كام دي؟ دي 120 في 120 مرسومه عضله الفيرنس كونستريكتور مكتوب عضله في الجدول اسمها ميدل كونستريكتور تاخد اورج من الميدل كونستريكتور تاخد اورج من الجريتر هورن بتاع الرايت بون في نص الصفحه قالوا ليه؟ في الرسم الجدول واخد اورج منين؟ من الاولاد من اللور بارت بتاع السالويد ليجامنت والليسر هورن والابر بورد بتاع الجريتر هورن يبقى السالويد ليجامنت هدي اورج العضله دي ميدل كونستريكتور ماسل اوف ذا فارنكس هنا الاورج بتاعها هتطلع من قلت ثلاث حاجات عمال تبص في اي حته غير ميدل كونستريكتور حاجه تشيل الواحده نص مش بتاعت الجدول في النص ميدل كونستريكتور في خانه اورجن مش كامله لا قالوا اولاد يبقى هنا عندنا العضله بتاخد اورجن منين؟ انا عايز بس عشان لما بقتل الموضوع عشان لما نيجي ناخد العضله يبقى انت جاهز معايا بقى مش اللي خدنا الليجمنت وانا مش فاكر انت كنت بتتكلم على ايه عشان ادلك اقول لك انت بتعمل الصفحه دي مش كامله لا يبقى هنا في ليجمنت اسمه ايه؟ ستانويد ليجمنت ثالث ليجا بتدي عضله اورجن العضله اسمها قابضه الفارنكس الوسطى ميدل كونستريكت اوف ذا كونستريكت اوف فارنكس والهايبروسس تبقى مغطيه هما الاثنين بعد كده ولاد في ليجا تاني اسمه ستايل المانديبلا مش هقوله مش هقوله هنا طبعا الناس اللي عندها ضمير ده مين ده المانديبلا الستايل المانديبلا ليجا بتطلع من ايه يا ولاد من الانتير بورد بتاع الستايل بروسيس لقيت الابابل تيب كده وروح السب تروح فين؟ البوستير بورد بتاع المانديبلا والانجل ستايل مانديبيولا ليجامنت ده بيفصل تو جلاندز عن بعض. ايوه. باروسيت ما شاء الله. هنصمم اخر مين؟ ومين اللي عملته دي فشل؟ قلنا انفستنج فشل بيبقى سكند وعملت ليجامنت اسمه ستايل فيرو والكلام ده بقى على ستايل مانديبيولا ليجامنت. جاب الستايلوت بروسيس من الانتير بوردر اباف التيب. واتش في مين؟ الف البوستير بوردر بتاع الماندبول انجل. تمام؟ الليجامنت دوت عباره عن سكننج من انهي فشل يا ولاد من انفستنج فشل. والليجامنت ده بيفصل تو جلاندز عن بعض انه مين سب مانديبولار عن البارت ده دكتور اسمها بيلا دي بقى لسه طالب سؤال ليه ربنا عمل السالوت ابريسس السالوت ابريسس عندك سالوت بروسيس يمين وشمال الناس الصح هيطلع منه ليجامنت اسمها سالوت استنوا السالوت فريم مانديبولار سالوت ماندي والسالوت بروسس والسالوت بروسس والسالوت مصر والسالوت مصر والسالوت فرنجس مصر والسالوت فرنجس مصر اسال سؤال السالوت بروسس انسرتد فين؟ السالوت ده تاني والسالوت انتجت فين؟ الهيد بون على الجنكشن بالبادي وجيت هون تندوب سبيت والسالوت فرينجس في البوستير بورد بتاع كارش اسمه سالوت كارش اسمه وحش
والسلمى دي بيلا اللي جابت سلمى اللي جابت دول يشدوا الحاجات دي كده ودول يشدوا الحاجات دي كده يبنتين الميدل لاين استراكشر في النص يبقى الميدل لاين استراكشر بنتين ان ذا ميدل او في البوزيشن في التول سلمى قبل ما تفكرش في حاجه لو جت دي بقى فيها 5 جنيه ها؟ لور ايوه فيها حاجه اسمها ايه بقى شيء جاي روك ميكانيزم اس جي اس كان ثلاث اعضاء كده يبقى هي فكره الجاي روك ميكانيزم بتهلك 5 جنيه عندي والله بس انا اشوف لو لقيت 5 جنيه هديها لك وما لقيتش هتديها لي انا بس انا قلت صدق 5 جنيه ما قلتش هدفع بس انت عشان جو انا كنت ناوي اخد صراحه والله لقيت 5 جنيه انا 5 جنيه دي لشين صراحه بقى صراحه جباره يعني فنجيب حاجه زي كده ده كان بيذاكر السنه اللي فاتت ويبقى جاي روك ميكانيزم دي كانت فكرته كانت ايه؟ قالوا ايه فكرته بقى؟ قالوا ايه؟ قالوا لقيت وبعدين عربية الباص كنت ماشي بيه في الشارع كده انت كانت فقالوا لقيت بتشد كده وبتشد كده فالسالون ابريتس بيمنتين الميد لاين ستراكشر ان ذا بوزيشن تحت الفكره فلما اقول ايه فكره انك تعمل السالون ابريتس؟ ايه الفكره ان ربنا خلق السالون ابريتس؟ مش الحمد لله اسالك سؤال اصعب حد فينا يقدر يقول سوبرفيشال ريليشن السالون ابريتس؟ بارد ودي بريليشن كاروت تشيز وماشي في اللور فور كيريا نيرفز والله في لحظه نص والنبي يا جماعه رجل بارد والله في اسمها بارد والله محترم والله محترم مش كم يعني لو انت مخك نظيف بس ما فيش خالص طلبه كلها تجاره يعني كده محض مش كده لا ارجع اقول لك طالب طب عادي فطبعا البارد جلاند البارد جلاند يعني لما تقول في ريليشن الكروت الستارت ابريتس ايوه مين سوبر فيش ليه؟ كان بارت كنا بنقول العضله طب الكلام ده كله ومين جيب لها كاروت تشيز؟ ده مين لها الستارت ابريتس؟ لو ذاكرت بارتك كويس والنبي يا جماعه ما دام بقول بقى على 3 شهور ونص لازم تكون بتذاكر مش بتستعد الامتحان انت بتذاكر انت جاي تتعلم في الكليه ديت مش جاي تمتحن فبالتالي ده ابريتس اسمه ستارت ابريتس يبقى في الفكره جاي روب جاي يعني ايه؟ روب ميكانيزم جاي يعني مشدود وجاي يعني شاب وجاي جاي ألف كلمة إنما جاي يعني مشدود مش كام روب يعني إيه حبال حبال المشدود نظرية الحبال المشدود النظرية دي كان فيها اس جي اس ارتلس وجراس ثلاثة أنا هكررها في التيبيا من البلبس من كده وشدوا كده ثبتوا البلبس في النص وده يوم كمان الاس ال ستالوت ابريتس بعد كده ولاد عندنا عضلات التانك عضلات التانك بتاعتنا اكسترنت موسل ريتن 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 عضلات التانك بتاعتنا اعمل لكم ايه؟ طب ممكن اخدعكم والله ممكن اقول لكم ما بيجوش في امتحانات تخش لهم اعمل لكم ايه؟ عضلات التانك عضلاتهم طبعا في كلمه اسمها انترنسك وحاجه اسمها اكسترنسك. ايه معنى انترنسك ومعنى اكسترنسك؟ اللي هيسرع ربنا يوديه النار ويحرقه هناك. عندنا ولاد الطلبه مش محتاجه شويه كويس قوي. طبعا قبل بس ما نروح لو ده سيرول بروسيس التك فيه عضل والبيت من ورا عضل والميديال سايد عضل والتك فيها ليجامنت وابابل ليجامنت طبعا كده لو انا ما كده في البيت احفظ خمس حاجات مش الحمد لله مين اللي بتبدا ليجامنت ده يبقى مين ومين ليجامنت ده يبقى مين ومين العضلات بقى اللي موجوده في الامين مش الحمد لله لو غيرت اللون ده عضله ودي عضله ودي عضله مش كده لا يعني لما كده لما كل الحاجات اللي اتش في ستالوت بروسيس مره تب ومره تب كده تعملها مع نفسك مش كده لا كل واحد راح فين تخلص امورك مره بحس انك تبقى بتذاكر بجد يعني مش بتقوم قدام الدنيا خلصت يعني اسال بقى سؤال يبقى مين اللي طلع من التب؟ التب طلع منه عضله وليجمنت الليجمنت اسمه ايه؟ ستايلو هايود والعضله اسمها ستايلو جلوس يبقى لو ده ستالوت بروسيس واقف كده مين جاي من التب؟ حاجتين عضله وليجمنت مين اباب التب؟ اللي طالع هنا كده ليجامنت تاني ستايلو مانديبولا طب ستايلو هيوي والعضله اسمها ستايلو جلوس مين من البيز من ورا؟ قالوا ستايلو هيوي مين من البيز من ميديال سايد؟ قالوا ستايلو فارينجس بالتالي كده حفظت نفسي خمس حاجات طالع منه وده الطريقه يعني الواحد محترف مذاكره يعني عندنا بقى ولاد في حاجه اسمها مصر اوف ذا تانج طبعا لازم نتفق على كلمه خدناها كم مره انترنسك واكسترنسك ايه معنى انترنسك؟ وايه معنى اكسترنسك؟ لو عندك العضلات تبدا وتنتهي في نفس الاورجن اللي انت بتدرسه تسمى انترنسك. لو عضلات تيجي من بره تسمى اكسترنسك. انا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول اه انا عندي التانج دي جاله ستايل جلوسس مصر دي اكسترنسك.
ومن البلد بلد جلوس اكسترنتك والماندبل جيني جلوس من الهيلث هاي جلوس كلهم دول اكسترنت. لما خدته في الاستولوجي اكيد سوبيريور تندر مسل فايبر سوبيريور تندر فايبر ترانسفيرس فيرتيكال دي بتبدا وتنتهي في التانك تبقى اسمها انترنت. يبقى العضله لما تبدا وتنتهي في الاورجن الذي يدرس تاخد لقب اسمها انترنت. اما العضله جت من بعد تاخد لقب اسمها اولاد اكسترنسك. يبقى في كلمه اسمها ايه وكلمه اسمها ايه انترنسك وكلمه اسمها اولاد اكسترنت. اكسترنسك مصر اوف ذا تانج اربعه يحملوا لقب جلوس. عضله اسمها بلاتو جلوسس هناخدها مع البلد. عضله اسمها سايلو جلوسس اللي هو السواد دلوقتي. وعضله اسمها جيني جلوسس مصر. الجيني جلوسس مصر اولاد دي عضله كانت تنتج بعد ما الهود. انما دلوقتي جزء من السؤال اكسترنسك مصر اوف ذا تانج. ديسكرايب اكسترنسك مصر اوف ذا تانج. اكسترنسك مصر اوف ذا تانج عضلتهم اربعه، اربعه يمين واربعه شمال. السايلو جلوسس جاي من السايلو بروسيس. وبعد كده في جيني جلوسس وفي اجلوسس وبلاتو جلوسس. الجيني جلوسس دي عضله عايز تسمع كويس قوي. العضله دي بتطلع من حاجه اسمها سوبيرو جينيال تبرك. سوبيرو جينيال تبرك. السوبيرو جينيال تبرك بتطلع عضلتين اسمهم جيني جلوسس واحده يمين واحده شمال من كل واحد فيهم. كل واحده فانل ان شيب، كل واحده شكلها ولاد فانل ان شيب. الناس اللي بتصحى شمال قالوا قبل ما ننام نسمع اللي جاي كنا صاحيين. اصحى لينا، صح اللي حواليك. قالوا ليه؟ العضله لا يا دي صحيح. العضله اسمها جيني بلس عامله زي القرطاس كده نار اورجن نار اورجن وايد انسبت قرطاس تاني جيني بلس تاني. الناس الصحية والجيني بلس تاني. الناس اللي سامعه كويس تسمعني كويس قوي والجيني بلس تاني. كم جيني بلس كده الحين الاثنين بدايتهم نقطه صغيره اللي هي السوبر جيني تبرك يمين وشمال. الاثنين رجعوا في التانك كده عملوا فان دي تبلى نص التانج وده نص التاني. يبقى هابط التانج معمول بالعضله دي. الابر فايبر بتاع العضله تروح للتانج والميدل تروح للتانج لورا. اما اللور فايبر بتنزل للهاي بون. العضله اسمها جيني بلس اسمها ايه لما كده جيني بلس. يبقى مسكت المندبل بتاعنا وحطيت المندبل. كان في مندبل هنا كده ولا اسمها ايه؟ اسال بقى سؤال. المندبل واقف كده. اسالكم سؤال صعب جدا. الراجل واقف كده نص صح. التانج كده راحت له العضلتين دول. مين العضلتين اللي راحوا له دول؟ جيني بلس يمين وجيني بلس شمال. اللي هيسرح في كده مش هيفهم الامس وبالتالي لازم يفهم صراحه. فبالتالي بقى كده السؤال. العضله اللي هي نار اورجن وايد انسرشن. نار اورجن وايد انسرشن طلع منين العضله دي؟ السوبيريور جينيال تبرك. نبص في الراجل ده. لو العضله دي ولاد الضرب كله صفر وعظماء تبقى ده المندب. لا نسمع ده السوبيريور جينيال تبرك ده انت مين عضله؟ هيوبون. كان في عضله بتجيلها في اول الدرس كده اسمها جينيو هايو تمام. التانج واقف كده. لو في عضله بقى تطلع في السوبيريور جينيال تبرك التوفين الابر فايبر بتاع. طبعا لسه اقول حاجه قبل ما اشرح. الميوكس ممبرين ده بيبطن سنان لسه من جوه. امشي بقى لتحت يعمل ايه؟ يبقى فلورك ده موت ارجع ياخد طنج من تحت ويكبر ايه؟ متدين قد كام؟ تصدق سله على جنب وهتريق فيه. طبعا انا بطلت التريقه. طبعا انتوا حاسين السنه دي اني بطلت التريقه خالص. اه والله بجد يعني نسبه التريقه قليله جدا جدا. انا شايفه منعدم الحمد لله رب. روح تاني انما ان جنرال طبعا في حاجات بقى بتشيل اعصاب ان الواحد ما كانش قاعد يسمع. قالوا هنا تاني لو ده المندبل بتاعي عاملين كده. قالوا بص يا دكتور الميوكس ممبرين اللي بيغطي المندبل من جوه هينزل كده ويبقى فلور اوف ذا ماوس ويطلع كده يبقى فين التانج بتاعنا؟ اهو يبقى ده الفلور كده. انت بتقول كده ليه؟ اقول عشان تبين دي التروك ده تطلع منه عضل. طبعا في هاي بون تحت. العضله دي ليها ابر فايبر تلف لغايه التيب اوف ذا تانج وليها مين يا اولاد لما كده ميدل فايبر توصل لغايه الروت اوف ذا تانج ورا وليها سام لور فايبر تروح للانتيور سيرف بتاع البادي اوف ذا هيد بون ابر بارت بتاع الانتيور سيرف. يبقى العضله بتاعتها سميتها ايه العضله اللي سميتها؟ جينيو بلس. اسمها ايه؟ جينيو بلس. طبعا في طلبه من الاشرار يقول لك العضله خربت التانج وراحت له ازاي؟ مش كام ده المنظر على فكره مش كام ده العضله اللي بنسميها جينيو بلس واخده اورجن منين بقى؟ لو انت صاحي عندي سبيرجينيا تبرك العضله ترجع لورا تبقى ماشيه تحت الميكوتا بتاع الفلور بتاع التانج دي. يعني انت شايف الميكوتا دي مش العضله موجود. العضله ترجع لورا وتفان وتاخد نص التانج واحده يمين واحده شمال. اسمها العضله اللي سميتها جينيو جلوس. اسمها ايه؟ جينيو جلوس. تاني يبقى جينيو جلوس ايه؟ واخده اورجن منين؟ ربنا يشفي الجميع. من اي تبركل سبيرجينيا تبرك. لو خدت التانج ازاي؟ خرمته قالوا دي ماشيه تحت الميكوتا من برين واتاخدت مليته واحده يمين واحده شمال. العضلة اسمها جيني جلوسس ماسل. يبقى عندنا في كتاب نوتس ذا اورجن جيني جلوسس ماسل سوبيريور جينيال تبرك سمول تندر. العضلة دي بتفهم بتملى نص تانج بتملى نص تانج بتملى نص تانج.
هذا الجيني جروس، الجيني جروس ابر فايبر تروح للدب. الميدل فايبر المين بارت بتاعها تروح للبادي برا للروب بتاعت التانك، اللور فايبر تنزل للبادي بتاعت بون. انا هذا اللي سميتها جيني يا اولاد لما كده جروس نرف سبلاي جيني. ايوه جروس نرف الاكشن بقى. لما ما سمعتنيش في الاكشن اتاكد صوبك في البيت، فياريت تسمعني في الاكشن. العضله اللي بتعمل بروسيجر للتانك تو اوبت انسايد، يعني تطلع التانك يبقى انا اتشال طلع التانك. ليه طلعها كده بقى؟ هرسم رسمه انا مقترحها، طبعا هي احسن رسمه في التاريخ. عاملين كده مندوب عاملينه كده، الرسمه دي على الاذكياء بس، مندوب توصل له كده. يبقى دي ستاني رايت كده، انا عارف تفهموا يمكن بتاخر. هنا في تو تبرك اسمهم التبرك دول جينيال تبرك. طب اسال سؤال بس، ده خط المنتصف كده الله لو بتفهمه، لو في عضل عمل كده مين عضل عمل كده؟ دي اسمها جيني بلس، والثانيه اختها جيني بلس الثانيه. اسال بقى سؤال، يبقى كم جيني بلس كده موجودين؟ اثنين. فين الطن؟ هو ده مش كام ده؟ لا دي واحده مالت النص ده، واحده مالت النص ده. اسال بقى سؤال صعب جدا طبعا تفهم متاخر، الاورجنال والانسبشن اورب لاتر سايد، العضله دي لو انقبضت تعمل ايه في التانج لما كده؟ شده على اي ناحيه بالظبط؟ يبقى العضله اللي بتبدا تشد التانج كده، يبقى البصير فايبر بتاعت الشد ده كده ودي تروح كده. يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال، العضله دي لو اشتغلت بروتوز التانج سيم سايد ولا اوبت سايد؟ اوبت سايد. هو التاني لو الراجل ده واقف كده والمندوب ده التانج بتاعه، الموبايل ده التانج بتاعه، المندوب بخبطه كده تمام، وهنا طلع جيني التوبيركل هنا اسمها سوبيريور، والعضله راحت اللاتر بارت دوت. لو الاورجن ده خد الانسبشن ده هيعمل ايه فيه؟ هيقرب ده من من اللاين، التانك كله يبقى بروتود لاني ناحيه سيم سايد ولا اوبزيت سايد؟ اوبزيت سايد. طب يبقى تاني انا واقف كده بالثاني، عندنا سوبر جينيال تبركل يمين وسوبر جينيال تبركل شمال، دي راحت اللاتر سايد بتاع ده وده اللاتر سايد بتاع ده. الاورجن في الميدل لاين انسبشن مور لاتر، لو الاورجن شد الانسبشن يعمل بروتوجن للتانك لاني ناحيه اوبزيت سايد. لو انت بتطلع لسانك في النص يبقى الاثنين اشتغلوا مع بعض تمام. واحد عنده قطع في الهايبو جوستر نيرف تقول له طلع لسانك، تصير روح لاني ناحيه؟ الناحيه العيانه ربنا يخليك يا محمد. تاني بس سؤال، انا عيان عنده هايبو جوستر نيرف مقطوع، الكلام ده لو ليك اخ في سته بيفتح لي منزل اساله، ولو انت عرفت كتابنا مش كده بقى ايه؟ ايوه طبعا بتودي التانج نفس سايد. بمعنى ايه؟ انا عايز اطلع لساني كده صح؟ مين اللي طلعت في النص؟ الجيني جلوسا دي اللي هو ده من هايبو جلوسا نيرف ده، والجيني جلوسا دي اللي طلع. قالوا لو دي اشتغلت لوحدها ودي ما اشتغلتش التانج يروح فين كده؟ ولا يحكي كده؟ لو الشمال شغاله التانج يروح ايه؟ هي الجيني جلوسا مش بتقول التانج سيم سات ولا اوبن سايد؟ الجيني جلوسا طلع من هنا رحت التانج طلعه كده، يبقى الجيني جلوسا سيرمين تطلعه ايه؟ يعني تانج كده وعامل دي جيني جلوس. طب شد التانج تجيبه كده ولا توديه كده؟ كده كده ايه؟ يعني الاورجن اهو والانسبشن لغايه هنا، هتشد التانج كده اعمله ايه لما كده؟ يبقى اليمين تطلعه ايه؟ الشمال تطلعه. لو الاثنين اشتغلوا مع بعض في النص اليمين بطلت تشتغل، الشمال تطلعه. فيبقى العين اللي طلع لسانه، لو لقيت العين كل ما بتطلع لسانه بتعمل كده، يبقى هنا راح ناحية اليمين. يبقى مين اللي بايظ ده؟ اليمين. كانوا بيعلمونا في سنه سته وخمسه يمين العين بيشاور على العيان يقول لك يا دكتور الناحيه المشلوله اهي، فالرجال بابا انت برضه مش فاهم، فالرجال تقول للعيان ايه؟ طلع لسانك. قالوا كل ما تطلع لسانه يروح على انهي ناحيه، السليمه ولا العيانه؟ العيانه. ليه راح على الناحيه العيانه؟ عشان انت مش شغال تاني. الجينيو جلوسال بروتروز التانك بتقعد تتسرد، جينيو جلوسال بروتروز التانك بتقعد تتسرد، جينيو جلوسال الشمال هو ده ليفت سايد بروتروز التانك يمين، اليمين بروتروز ايه؟ شمال، ماشي الكلام ده ولا لا؟ لو بصوا اتش اذر سنتر بروتروز ده ميد لاين. طب لو جينا مع بعض لو ديت ده الجينيو جلوسال يمين ما اشتغلتش، لا مين يا فور؟ جينيو جلوسال شمال، فانا عايز اعمل بروتروز طلع لسان يمين ولا شمال؟ طلع شمال كده. يبقى كده اليمين، يبقى العين في الحاله دي كده بيقول لك يا اولاد الناحيه اللي هنا اهي، لو فتحت صفحه 98 في كتابنا صفحه 98 الاقي الهايبوجلوسا نيرف والانجري بتاعه. طبعا ده بروبلم سولفنج عندك. انا اولاد مكتوب فيها ايه؟ الناس تسمع. افكت اوف انجري في هايبوجلوسا نيرف هيحصل ايه؟ اون بروتروجن اوف ذا تانج
الديبيتد داور افكت السايد مش كم ايه داور افكت السايد حابب نقول سليمين مشلول تنجي روح الناحيه المشلوله مش كم ده زي ما بقول لان الثانيه ايه شغاله العضله دي بقى اولاد نسمع في عضله طبعا بتنجي بتاعت اسمها هايبروس لو الهايبروس اسمه دي ما اديني بروس الشغله يشد التنجي بتاعت تعمل له اكشن اسمه اولاد ديبريشن يبقى لو في عضله ثانيه دخلت في اللعبه مش هتسمع بالدكتور جاي تسمع ديبريشن هتجيب فايبر ذات مع الهاي بروسس ممكن تشد التنج بتاعها الواحد لما بيعمل سايكلينج بيجي كان مو كده يشرب بيها سائل او كده او بيعمل ايه بقى او طفل بيرضع من امه بيعمل ايه لما كان التنج بيحصل له ديبريشن تحت الديبريشن ده يخلق في الماوس حاجه اسمها نيجاتيف بريشر العضله دي بتساعد على عمليه السايكلينج بانها بتشد التنج داون طبعا زي ما بقول بعض الطلبه عندهم مخهم غلبان لو المين فايبر اللي راجع ورا تشد التنج تعمل له اكشن تاولت بتروح لو الانتين فايبر بتاع التنج دي اشتغلت ممكن تعمل التنج ديبريس تشده لتحت وساعتها كده عضله ثانيه اسمها هاي جلوسس في التنج ديبريس وديبريس التنج تساعد عمليه اسمها عمليه مين اولاد السايكل اللي جاي تسمعوه بقى عشان اسيبكم كده فيه وتصوحوا لو واحد نام على ظهره جدا العضله دي جايه من المندب راح على التنج شدها لقدام تمنع انه يقع ورا لو وقع ورا كان قفل الفارس ومت وخلصت منها وبالتالي في البنج الشديد في سبير انستيزي في عمليه 10 8 ساعات 9 ساعات عمليه القلب المفتوح وما شافه بيعملوا ايه بقى؟ ايه؟ والله اسم كده بقى؟ لا ما تجيش تاني لا انت لازم صح تلاقي عيل طالب يرد عمليات لسانه مربوط بالشاشه وشادين الشاشه بره ومخلطين له في هدوم بره كده بس بيطلع في هدوم المنظر ده هيطلع كده لانه عارفين اللسان في نوعين من الانستيزي في بياخد مصر ريلاكسن العيان ده يبقى كده وكل عضلاته ريلاكس التون ضايع لو العملية طويلة بتاع 7 و 8 و 9 ساعات الدكتور عارف هنشتغل كتير. نوع العملية زايدة ما بنعملش كده في عيالنا مش كده لا ربع ساعة ويتخف ده يمكن بحقنة كده حاجة بسيطة بقوم. العمليات التقيلة ديت العيان بيبقى كومبليت ريلاكس فالتخاف يبلع لسانه فبتيجي شده لبره وربطه بره كده الشاشة تلاقيها لابسة على اللسان ولا مثبتينها بره كده وسابين أنبوبة التهوية كمان قصة طويلة جدا. إنما أنا عايز أقول العضلة دي بقى وأنت نايم بالليل طبعا نايم على ظهرك كده الطنج بيريح لورا شوية لما تكبر في السن العضلات بتضعف فالتنج يريح شويه زياده والصفت برد يريح شويه زياده طب وانت بتتنفس يحصل ايه بقى؟ الهواء الداخلي يتخبط الشخير يبدا السنور يروح جنب الجد ده كده بالليل تلاقي الصوت غير طبيعي تيجي عامل غدا واحده واحده معلش يا جد اصل انا نسيت حاجه جوه تيجي قال طبعا في طبعا جد وجدته لو سددتلوش تلاقي الناس بترد على بعض واحده واحده جنبهم ابدا طبعا كلنا زاويه يعني ما حدش بس سامحني القصه ايه؟ وانت نايم سليم طبعا لو واحد فينا تعبان جدا 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 بعد يوم تعب تلاقيه شخر وانا بالليل يقول لك انت نمت من كتر ما كنت تعبان نمت شخرت الفكره ان انت وانت نايم كده العضله شاده التانك فورو التوب يريح والجولد ايد فالتانك كله كبال يرجع لورا ما يرجعش لغايه ما سيت بس قفل الطريق شويه فلو هو داخل والسوفت بلد يدلدل لورا شويه ففي الحاله ديت السوفت بلد والتانك الهواء اللي انت بتتنفسه بيبص اون ذا سوفت بلد اند تانج لو انا نورمال حاجات الطريق مفتوح لو انا عندي التهابات اللي عنده لو حد فينا جاله لحميه او ادينويد اللي تضخم كده ده طول ما هو صغير الطفل صغير شخر برضه لنا قصه كده في عمره واحده